تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. لأن بسم الله على بركة الله نبدأ الحصة من برنامج أصوات الرياضة مباشرة على أصوات، ونرحب بالضيوف الكرام السي هشام مقديرة الإطار الوطني ومدير مدرسة جوفنتوس لكرة القدم. مرحبا بك السي هشام. أهلا وسهلا أخي يوسف، أهلا وسهلا بجميع مستمعي راديو أصوات. شكرا لك على الحضور سي هشام وبالتوني ديالو. سي هير مراد حديود مرحبا بك اخويا، اللاعب الدولي السابق والإطار الوطني، شكرا على الحضور سي مراد. مرحبا سي هشام وسي يوسف والمستمعين الكرام، نتمنى ان شاء الله هذه الحلقه تكون مزيانه ان شاء الله بين ان شاء الله، وفيما تكون راه كاينه الحلقه مزيانه سي مراد الله يودي. اذا الحديث غادي يكون على المنتخب الوطني المغربي ومباراه الامس اللي كانت امام منتخب الكوت ديفوار، مباراه تحضيريه لنهائيه كاس افريقيا المقبله ان شاء الله بالكوت ديفوار. العناصر الوطنيه بدات نوعا ما كتعيش على الاجواء الافريقيه وما سيعيشونه خلال النسخه المقبله من كاس امم افريقيا، خصوصا بالدولة المنظمة، رغم أنه المدينة اللي لعبنا فيها البارح أبيجون ماشي هي اللي غنلعبوا فيها نهائية ديال كأس أمم إفريقيا اللي غتكون في سان بيدرو إن شاء الله، وهي مدينة ساحلية. ممكن البعض غادي يقول مدينة ساحلية ما يكونش ذاك الصاد في ذاك الوقت في شهر واحد ممكن، ولكن كنظن أنه غادي تكون الرطوبة طالعة بزاف، لأنه كنعرفوا المدن الساحلية كتكون الرطوبة شوية طالعة أكثر من المدن الداخلية خصوصا. فنتمنى إن شاء الله يكون حضور أفضل من مباراة الأمس. قبل ما نمشيو تفاصيل أكثر على المباراة وندخلوا في يعني في طريقة اللعب وكيفاش خاض المنتخب الوطني المغربي بداية من التشكيلة الأساسية اللي دخل بها وليد الركراكي، نبدأ ب يعني نظرة أولية وقراءة أولية للمباراة. نبدأ معك سي مراد، كيفاش شفتي الأداء ديال المنتخب الوطني المغربي في مباراة الأمس يعني كنظرة أولية؟ هو ما نساوش بان المباراه كانوا فيها اشياء جميله في لا دوزيام ميطون، او ميم طون كانت في لا بروميير ميطون بزاف ديال الاشياء اللي كانت غريبه بالنسبه لنا، دونك ديفونسيف ما كناش بداك المستوى الكبير، ولكن على العموم يعني كاين اشياء اللي كانت اللي كتبشر بخير. كانوا اخطاء فرديه، دونك انا ما كان ما كيبانش لي بانه لو سيستيم باش لعبنا وانه الطريقه اللي لعب بها المدرب هي اللي خلات لنا باش يكون اخطاء. بعض المرات تيكون شويه ديال السهو، كاين شويه ديال لاشارج، كاين اشياء كثيره اللي ممكن نتكلموا عليها اليوم، ولكن على العموم مباراه اللي عجبني فيها هو انه كاينين لاعبين اللي استحقوا حمل القميص الوطني وخاصة تعطيهم الثقه اكثر، وهذا الشيء اللي غادي نشوفه ان شاء الله في المباراه الجايه وان شاء الله في لاكوب دافريك، لان ما بقاش مسموح لنا انه باش نمشيو من اجل المشاركه بقدر ما انه خصنا نمشي نجيبوا الكاس ونجيو. الشيء اللي المفروض انه خاص يكون المنافسه على اللقب في النسخه المقبله ان شاء الله ديال كاس امم افريقيا، ماشي فقط كيف ما قال السي مراد نمشيو غير نشاركوا في هذه النسخه هذه. فبامكانكم متابعينا على صفحه برنامج الشوط الرياضة وكذلك عبر الاثير المشاركه في تحليل نتيجه مباراه الامس واداء المنتخب الوطني المغربي في مباراته امام منتخب الكوت ديفوار. سي هشام، شنو قراءتك الاوليه لمباراه الامس والاداء ديال المنتخب الوطني المغربي؟ كنظن بان كانت يعني مباراه بالنسبه للمنتخب اللي عندها اهميه، يعني كتلعب كوت ديفوار وكتلعب البلد المستضيف ديال كاس افريقيا على بعد 10 اسابيع من البدايه ديال المسابقه، فتنظن بان هذا شيء جيد. عشتي الاجواء ديال كاس افريقيا، كان جمهور كبير، تنظن بان اختيار ذكي من وليد الركراكي انه يلعب في كوت ديفوار في هذه الظرفيه. الشوط الاول ما كانش في المستوى، يمكن نقولوا بان اللاعبين ما تاقلموش يمكن مع الرطوبه مع الاجواء، ولكن هذه المقابلات حبيه هي ايضا باش نتاقلموا مع الاجواء اللي غادي نلعبوا فيها ان شاء الله في كوت ديفوار. بالنسبه للشوط الثاني تنظن بان كانت واحد العوده، وهذه نقطه جيده لان تنشوفوا كاينين فورس مونطال عند اللاعبين، لان رجعنا للسكور. حتى التغييرات ديال المدرب تنظر بان كانت في المستوى، شفنا بان كاين واحد بنك الاحتياط اللي يحتوى في المستوى، كاين لاعبين اللي يقدروا يكون عندهم واحد الاضافه. شفنا لاعب مثل ايوب الكعبي اللي ما كانش في اللائحه ديال المنتخب على مدار يعني اكثر من سنه منذ مجيء وليد الركراكي قبل كاس العالم، قبل من كاس العالم منذ مجيء وليد الركراكي لقياده سفينه المنتخب. هذا شيء ايجابي، يعني الباب تيبقى دائما مفتوح لجميع اللاعبين ديال المغاربه، وبين بان كاين مكانه ديالو في التركيبه البشريه ديال المنتخب الوطني. طيب نبداو بالتشكيل الاساسي ديال المنتخب الوطني المغربي، واش في نظركم هذيك التشكيله المثالي ديال المنتخب، مع العلم انه كان غياب ديال مجموعه من اللاعبين ابرزهم سفيان مرابط وحكيم زياش، كاين سفيان بوفال كذلك كان غاب بين الركائز الاساسيه، ولكن التشكيله كيفاش شفتيها اللي دخل بها وليد الركراكي؟
كنظن بانه كما قلنا بانه قلت انا وقلت سي هشام بانه التشكيله كانوا فيها حوايج زوينين في لا بروميير مي طون او ميم طون حوايج خايبين دونك غياب ديال ثلاثه العناصر اللي في المستوى اللي كانوا من بين اللاعبين الكبار اللي شاركوا في لا كوب دي مون دونك كيكون غياب وانا اللي فاجئني اكثر هو المستوى اللي ظهر به الوسط الملعب لانه ما كانش وسط الملعب يعني ما كانش متقارب مع الخطوط الاخرى ولكن التشكيله على العموم كانت ماشي خايبه بالاخطاء اللي كانوا فرضيه ولكن الجميل في كره القدم والجميل في الفريق الوطني المغربي هي داك الرياكسيون اللي دارت وان الفرصه ملي كتجي لشي لاعب في واحد الوقت فري ان بوسور الكعبي على انه دار واحد الحوايج اللي خلونا على انه اي لاعب ما ممكنش انه يحط يده خص الانسان يخدم ولكن على العموم حنا مباريات بحال ما هادو في هذا الحجم الناس ما كيعرفوهمش انا بحكم التجربه ديال الفريق الوطني المغربي 8 ولا 7 سنين 7 سنوات و 8 سنوات في الافريك ما كيعرفوش الاجواء كي دايره ما كيعرفوش الجو كي داير بزاف ديال الاشياء كتغيب على الناس كيبان لهم بان ذاك الجوغ فيزيك ما واجد هو ما عارفش بانه ذاك الرطوبه راه مخليه ذاك السيده مسكين باغي يجري وهو ما قادرش كان بعض المرات الحراره المفرطه كتخلي الانسان انه باغي يجري وما قادرش وانا اتذكر واحد المباراه لعبناها في الكابون والله العظيم واحد الجوغ ما نقولش الاسم ديالو كان تيهضر في البوندوسوش منين دخل لعب ربع ساعه وحاول انه يطلب شونجمون نعم دونك ماشي ساهل في كره القدم باش تلعب في الافريق ولكن اللاعبين المتمرسين اللي عندهم تجربه كبيره غادي يفيدوا لاعبين اخرين كنت تيقن بانه الوسط راكو كان في المستوى في لا بروميير مي طون كنا نفوزوا بمباراه وما نساوش بان لعبنا مع منتخب اللي قوي عنده عناصر في المستوى راه تقريبا 4 ولا 5 سنوات هما تيبنيو باش يكون عندهم فريق خلاو 3 ولا 4 ديال العناصر القدام بالتجربه ديالهم اللي كيلعبوا فرق كبيره الفريق الوطني المغربي غادي في اتجاه صحيح خصنا كامل انا وانت والاخر نمشيو في اتجاه واحد وسي سيكو ان شاء الله الكاس بعد في 25 تكون في المغرب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله حنا بغينا في 24 بعدا نشوفوا 25 ان شاء الله في 25 تكون عندنا زعما ماشي تبقى تكون عندنا في 25 في 24 ديوا ونخليوها هنا في حنا كنهضروش على هذه حيت عندنا ان شاء الله بالنسبه لي انا عندنا لانه المستوى اللي ظهرنا به السي يوسف كيخلينا على انه خصنا دائما نطمنوا مستوى انت كاس العالم انا ما كنقيمش كاس العالم مع لا كوب دافريك لان كاين اختلاف كبير والدليل هو انه ملي كنلعبوا لي ماتش مع لافريك نوار ولا شي حاجه ما عندهم حتى علاقه مع لي ماتش اللي كنلعبوهم مع لي غراند كلوب اللي كاينين في اوروب دونك كاين اختلاف كبير وكنكون تيقن انا خديت المقياس اللي قست به او المعيار اللي قست به الفريق الوطني المغربي هو منذ مجيء وليد الركراكي كاين اختلاف في العقليه ديال اللاعبين دونك كاين هذيك لاغاج دو فانك دونك الانسان كيدخل لانه باش يربح المباراه كنت تيقن ان شاء الله في لاكوب دافريك غادي نجيبوها ان شاء الله ان شاء الله الشيء اللي كنتمناو نرجع للتشكيله كيفاش بانت لك البارح سي هشام تنظن بان لازم نتكلموا على هذه السنه اللي فاتت مر الكاس العالم اليوم تنتكلموا على الغياب ديال حكيم زياش سفيان بوفال ربما لاعبين اخرين اللي حتى هما زكريا بوخلا اللي يمكن ما ذكرناهش حتى هما لاعبين اللي كان عندهم اهميه ديالهم في الانجاز اللي حقق المنتخب في كاس العالم ديال 22 تنظن بان اللي شفنا في مقابله المغرب مع جنوب افريقيا هو ان وليد الركراكي حاول يطوي ربما الصفحه ديال التشكيله اللي كانت في كاس العالم ربما فهم بان حان وقت التغيير لان لاعبين مع الاسف مور كاس العالم كاين اللي لاعبين اللي دبروا المسار ديالهم والانتقالات ديالهم بشكل جيد وفي وقت اخر كاين لاعبين اللي مع الاسف ما داروش الاختيارات اللازمه ولا ما كانش وافقهم الحظ مثل حكيم زياش يعني كان واحد لو ترانسفير ديالو لباريس سان جيرمان اللي ما تمش فخلاه انه واحد لمده طويله هو بعيد عن الملاعب اليوم ملي التحق بالدوري التركي شفنا بان كاين عدد من الاصابات حاليا هو ما تيلعبش يعني بالنسبه لي اليوم ما بقيناش نقدروا نقولوا بان حكيم زياش من الركائز الاساسيه ديال المنتخب وين ذكر سي هشام انه كوب دي موند التشكيله الحاليه اللي كاينه دابا مع مقارنه مع اللي كانت في كاس العالم 12 لاعب ما كاينش نعم وبالاضافه الى هذا راه حتى اللاعبين اللي موجودين حاليا في التركيبه اللي لعبات البارح ماشي كاع اللاعبين عندهم الرسميه ديالهم في الفرق اللي كيلعبوا فيها عرفنا بان رومان سايس كانوا عندهم مشاكل فبعد انتقال ديالو الى السد القاع
القطري دوز واحد الفتره بعيد على الميادين بحكم ان كان مشكل اداري على دي السد القطري وناحي فربما بدات يلعب دابا حاليا بعد بعد التغييرات اللي جرات على الاداره التقنيه ديال اولمبيك مارسيليا. كل هذه يعني عوامل راه حنا في طور بناء منتخب جديد. انا ربما انا ديال الرؤيه اللي عندي يعني لاعبين قدام اوكي، ولكن هنا راه تنشوفوا واحد التشكيله اللي غادي تكون مختلفه. وبالنسبه للاعبين اللي بقاو في المنتخب من كاس العالم 2022 راه كانوا واحد الاختيارات بطبيعه الحال اللي كتهمهم هما يعني في المسار الشخصي والمسار الرياضي ديالهم. هاد التغييرات كلها ممكن ان يكون عندها تاثيرات في على المسار ديال المنتخب في كاس افريقيا. وليد الكراكي بدل وتنظر بانه غادي يتحمل المسؤوليه ديال هاد التغييرات اللي قام بها، وضروري انه يقوم بتغييرات. ما يمكنش هاد الاختيار هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو بطبيعه الحال. كيف اللي قال الاخ مراد البارح المقابله كانت فيها جزئيات بسيطه، يعني ماشي المنتخب ما كانش ضعيف لكن وسط الميدان ما فزناش بالباتاي ديال لو ميليو تيران في الشوط الاول، وهذا اللي تنظر خلى ان المنتخب يمكن سالا بهذاك لو سكور ديال 1-1. ربما كون كان المنتخب مزيان في لا بروميير ميتون او نيفو ديال لو ميليو تيران كانت غادي تكون مقابله اخرى. طيب نبقاو في التشكيله وفي الطريقه ديال اللاعب. كنعرفوا انه المنتخب الوطني المغربي في الدفاع ديالو تقريبا لعب بنفس الدفاع اللي لعب به في لا كوب دي موند باستثناء نصير المزراوي، ولكن في بعض المباريات كان يحيى عطيه الله كان كيدخل في التيتولير. طيب واش الدفاع باقي ذاك الدفاع القوي اللي يمكن انه يصمد امام هجمات منتخبات كبيره بحال كوت ديفوار، كاميرون، السنغال، الجزائر، تونس، مصر؟ يعني هذا الدفاع هذا بالقياده ديال الوسط الدفاعي رومان سايس ونايف اجرد، والاجنحه راه كنشوفوا يا اما مزراوي وحكيمي او لا حكيمي وعطيه الله. واش باقي ذاك الدفاع قوي او لا خاص تغيير في خط الدفاع؟ لا، هو اللي اثر على الدفاع ديال المباراه ديال الامس راه هو وسط الملعب. انا كنظن بانه الغياب ديال المرابط والمستوى اللي ظهر به املاح هو اللي خلى ان المستوى ديال الديفونس تكون بهذاك النيفو اللي بينوا البارح. يعني في نظرك رومان سايس ما نزلش المستوى ديالو منين مشى؟ لا، ما كنظنش بانه حتى في لاكوب دي موند ما سايس ما كانش بذاك المستوى الكبير. ربما في الدقائق اللي لعب او انه لعب واحد الماتشات اللي كان فيهم في المستوى الكبير. انا كنعرفوا الاكسبيرونس ديال سايس بالحضور ديالو كيعطي بزاف ديال الحوايج ديال ستابيزاسيون للديفونسور اللي معاه، ولكن تنقول بانه لو بروبليم البارح كان شخصي ديال بعض اللاعبين اللي كانوا حاسين بانه ما عرفتش واش كانوا لاعبين خايفين على الرجل ديالهم او كانوا لاعبين كانت الرطوبه هي اللي اثرت عليهم. مي كيبان لي انا بقراءتي التقنيه كيبان لي بانه وسط الملعب اثر في المباراه ديال الامس على 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 لي جوغ اللي كانوا ممكن ياخذوها باريحيه. كنشوف بانه املح المستوى ديالو هبط شيئا ما، يلا رجع شي يلعب شي مع فالونس. يمكن حتى هذا عائق ما يخليش يكون. ما نساوش بانه مزراوي الاكتشاف المركز ديالو الجديد لا في المانيا ولا هنا، دونك في هذاك المكان. وناحي باش يكون الامتاع خصو يكونوا هذوك لي دو ريكوبيراتور اللي معاه يكونوا في المستوى الكبير، خصهم يخدموا باش ممكن ياخذها لان تكنيك مونفور. ما شفناش البارح لي زاتاكون كاملين، علاش؟ لانه الكره ما كانتش كتوصل بديك السلاسه اللي ممكن انه لو جوغ يدير لاكسيون الاولى الثانيه الثالثه باش ممكن يماركي البيت ولا يضيع ولا يضرب برا ولا هاد الامور. دونك البارح العموم من رقم واحد انه هو الكارديان لي بونو حتى النصيري لاتاكون في لا بروميير ميتون. اون جينيرال الا بغينا نعطيو التنقيط نقدر نعطيو 6 على 10. على 6 على 10 لانه كانوا دي زوكازيون اللي مجانين، كانوا اشياء اللي هي جميله اللي ما كانش ممتع. هو تنقول لك دائما كتكون كره في الديفونس، يمكن داروا جوج ديال ثلاثه ديال الاخطاء ديال سيغتان جوار، ولكن ديما كنا كنوصلوا لوسط الملعب باش نخرجوا الكره سهله كنا كنلقاو مشكل. لا دوزيام ايطون كانوا اشياء جميله في اللي دار وليد، هو انه ذاك لي شونجمون اللي دار، وانا برافو لهاد الوليدات اللي دخلوا في لا دوزيام ايطون ديال. وهنا كنبغي نشكر حتى يمكن كان بالتنسيق مع وليد المدرب ديال المنتخب الاولمبي اللي هو شرعي كنظن ياك شرعي. دونك شرعي تنقولوا حتى هو برافو لانه اكتشاف ديال لاعبين جداد اللي طعبوا بهم الفريق الوطني الاول، ولاعبين ماشي عاديين غيقولوا الكلمه ديالهم لا خوف على الفريق الوطني المغربي فضل الاداره التقنيه في المستوى. يمكن كيكون بعض المرات تشاؤم ديال بعض الناس، انا ما كيهمنيش يعيطوا لنا تشاؤم ولا من غير تشاؤم، حنا كيهمنا غير داك الشيء اللي شفنا البارح
نحلوا ونعطيو قراءات ديالنا شنو غادي يوقع من بعد. حنا الدعم ديالنا كله ليكيب ناسيونال والوليد الركراكي الى حين انتهاء المسابقه. لا انا متفق معك يوسف، حنا ماشي قلنا تشاؤم بالنسبه لواحد اللي فاهمين في كره القدم ولا عندهم اكسبيريونس، حنا كنقولوا التشاؤم كاين بعض الناس يمكن كيكون عنده بعض التغريدات اللي هما قرابين من كره القدم والمحيط ديال الفريق الوطني المغربي، كيكونوا بعض المرات واحد التغريدات اللي هما غراب بحكم كيكون انتماء ديالو الفريق على فريق اخر. انا تنقول بانه خصنا ساندو وليد كما كنا مساندينو قبل لا كوب دي موند، وكون تيقن بانه هذه المباريات يعطيو دائما غتكون تخرج رابح فيهم بغض النظر ان النتيجه كنا نهزمنا فيها بواحد الصفر، دونك خصها تكون رياكسيون في الماتش الثاني. فالبارح كنا خاسرين بواحد الصفر كانت رياكسيون في الشوط الثاني، دونك انا كنقول بانه نثقوا في هاد الوليدات وراه حنا الناس اللي كيفكروا على انهم يلقاو لو سيستيم باش انهم يديفونديو كونتر الفريق الوطني المغربي، ماشي المغرب الان مسموح ليه على انه يقلب كيفاش انه يخترق الدفاعات ديال المنتخبات الاخرى. بعد التعليق قبل ما نرجع للسي هشام ونرجع لخط الدفاع ديال المتابعين ديالنا في صفحه برنامج اصوات الرياضه، ستيفان كاميني درجه الحراره في سان بيدرو 36 درجه في شهر واحد. المهم خاص 36 ديال المربح الاورو. وداكشي ديال الاورو هما عندهم هما 36 ديالهم ماشي ديالنا. لا 36 ديالهم بوحدها صعيبه. ديبلومي. محمد امين دومير، ما كانش الضغط العالي يوم امس من طرف اللاعبين ياسر عطار وليد اساء اداره المنتخب بعد المونديال ولا المثال في نتائج امام راس الاخضر جنوب افريقيا والان امام الكوت ديفوار. سعيد سيباوي خاص القجع يطلب من الكاف تنظيم فعاليات الكان في اوروبا باش اللعابه ديالنا ينسجموا مع المناخ. كمال امران خاص ديو يتعلق على ديال سان بيدرو قال لك فيها 36 درجه. هذا كمال عمران قال لك خاصنا نديو اتحاد ورزازات باش يلا يكونوا مضافطين. بلال صريحه الركراكيل، هل هي مناوره ام هو اقرار بالواقع الافريقي الصعب في ارقامه المتوسطه امام المنتخبات الافريقيه؟ حمزه الدحماني، يوسف الركراكي باغي يبيع العجل الخصوم ممكن. دائما مع تعليق المتابعين ديالنا نجات زياني، الحقيقه هي ان الفريق الوطني يوم امس كان ضعيفا جدا ولا زال تاهل نصف نهائي المونديال يشكل ضغط كبير على اللاعبين وحتى اختيارات الركراكي لبعض اللاعبين لم تكن في المستوى، اضافه الى كثره التطبال للمدرب واللاعبين له دور كبير في ظهور فريق بهذا المستوى. هذه هي الخلاصه، هذا رايي ديال نجات الزياني. ياسر عطار بونوس يبان عليهم الخليج، هذا غادي نسولوا الضيوف ديالنا في هذا الاطار. هذا كيبان لي عطيه الله واخا كان بقى بلا فريق كان يعيط عليه الركراكي المنتخب حيث ما وقع مع الوداد حتى الاخر ساعه قبل اغلاق الميركاتو حتى ما لقى ولا فريق. عطيه الله كيبين على انه لاعب في المستوى خصوصا في جميع المباريات اللي كيخوضها لا مع فريق الوداد ولا مع فريق الوطني. غادي نرجع لسي هشام قديره بعد فاصل، قول لي عبد الرحيم حبيش كاين فاصل اشاري وغادي نرجعوا نكملوا معكم هذه الحصه لغايه السادسه مساء. مباشره على اصوات دائما معكم مواصلين هذه الحصه من برنامج اصوات الرياضه مع السي مراد حديود وكذلك السي هشام قديره. اللي نرجع مع خط الدفاع، في نظرك متفق مع السي مراد حديود في التحليل ديالو خط الدفاع ولا كيبان لك انه خط الدفاع عندنا شويه نزل المستوى ديالو خصوصا يعني الكل كينتقد رومان سايس لانه ما بقاش ذاك رومان سايس ذاك الايقاع اللي بدا به مع المنتخب الوطني المغربي خصوصا في كاس العالم. لا الا درنا مقارنه بالنسبه لرومان سايس عدد المقابلات اللي لعب السنه الماضيه قبل من كاس العالم والعدد المباريات اللي لعب حاليا، يعني بطبيعه الحال كاين واحد الفرق. يعني هو اليوم نقدروا نقولوا بان غايجيب لي طاد فورم ديالو ربما مع كاس افريقيا. هذه من جهه. من جهه ثانيه يعني في نظرك بلا ما نبدلوا خط الدفاع، لا هو سيت ان جوور ديكسبيريونس، تنظر بان وليد الركراكي ذكي في الاختيارات ديالو ديال التشكيله العموم، لان كاين دي جوور اللي ما كانوش في التشكيله ديال المنتخب اللي جاو ربما عنده واحد الفكره. الا ما كانش رومان سايس جاز كاين المدافع ديال غانس اللي حاليا يونس عبد الحميد، يونس عبد الحميد اللي حتى هو كان يعني في التشكيله اللي كان كبير في العمر لاج ديالو كبير اللي حاليا هو راه يعني تيقلب على الاكسبيريونس وليد اللي كتشوف دابا التركيبه وكيفاش اناليزيها غادي يبان لك بان كاين ريغيرش ديكسبيريونس شي واحد اللي غادي يدخل غادي يقضي الغرض كيف اللي تنقولوا. بالنسبه للخط الدفاع يوم امس المشكله تنظن
في خط الوسط ماشي في خط الدفاع، لان بحال اللي قال الاخ مراد لو بروبليم هو لا شارج اللي كانت على خط الدفاع، بحيث ان الميليو تيرام ما كانش البارح. ملي كنشوفوا فيزيكمون لي جوور ديال لاكو ديفوار في وسط الميدان مقارنه مع الفيزيك ديال لي جوور ديالنا، ربما اناحي ماشي لاعب ديال الكره الافريقيه، ما شفناهش البارح في المقابله، ما كانش كبير. التحليل ديال الاخ مراد هو ان ملاح هو اللي ربما ما كانش في المقابله ديال يوم امس. تنظن بان العوده ديال امرابط غادي تعطينا واحد الوجه مغاير ديال المنتخب. اذا يعني اليوم وليد تيلعب بالكارت اللي عنده كاس افريقيا، راه غادي نشوفوا منتخب مغاير، ماشي نفس اللاعبين، ماشي نفس خط وسط الميدان، وهذا غادي يكون عنده واحد التاثير على لا ديفونس، لان ما يمكنش تاناليزي غير واحد الخط، راه خصك تكون عندك واحد الرؤيه شموليه ديال المجموعه وديال التركيبه البشريه ديال الفريق. الا جينا نشوفوا الفرديات تنظن بان رومان سايس لا خوف عليه، يعني عنده تجربه، عارف وقتاش لي تاتفورم ديالو غادي يقدر يوصل في لا سيزون مع المباريات. احنا عارفين بان اليوم راه ما لعبش بزاف ديال المقابلات بحكم المشكل اللي تكلمنا عليه في البدايه. بالنسبه لنايف اكارد لا خوف عليه، بالنسبه للاجنحه حتى هما ما كاينش مشكل. ملي كنشوفوا مزراوي انا تنظن بان الخيار ديال الحكيمي ومزراوي في الاجنحه ربما احسن بالنسبه للمنتخب الوطني في كاس افريقيا، بحكم ان الوسط الميدان لازم لاعبين اللي يكون عندهم واحد البنيه جسمانيه قويه ويكونوا يعني في واحد المستوى دونجاجمون فيزيك اللي تيكون اكبر. هذا غير سمعك غيقول لك حكمتي على عطيه الله من خلال هذيك اللقطه ديال اللي جرى مع ذاك الاليه ديال الكوت ديفوار وطاح. لا ربما عطيه الله ما دخلش البارح في المقابله من الاول، ربما ما كانش جاهز، وربما ايضا الغريب في الامر اللي يمكن نقول ان عطيه الله عنده واحد الدرايه بافريقيا، ولكني ربما البارح فيزيكمون حسينا به ما كاينش، ميم لي زونشينمون فيزيك ديالو مع في لي دويال الى اخره حسينا به ما كانش في المستوى. واش كانت اون بليسيور خفيفه اللي يمكن اثرت على اللاعب في المباراه ديال البارح؟ هذا شيء غيكون عارفه الناخب الوطني والستاف ميديكال اللي كاين معاه. ولكن الى هضرنا على هذه القضيه هذه، كنظن يمكن وليد بغى يلعب التشكيله اللي هي الرسميه ديالو، اللي ال11 اللي كنعرفوا ولينا كنعرفوا كامل بعد هذه من بين الامور الايجابيه مع وليد الركراكي، ولينا كنعرفوا ال11 اللي يمكن غادي تدخل لكل مباراه مع بعض التغييرات واحد ولا جوج في البوست. ولكن البارح بما انه في الندوه الصحفيه نهار الجمعه تحدث وليد الركراكي على انه هذه مباريات اللي فيها يمكن انه يجرب بعض الحلول اللي يمكن انها توقع يوقع فيها في لي كومبيتيسيون، بحال مثلا الغياب ديال مرابط، زياش، بوفا، يمكن نشوف لاعبين جداد. لو كان هذه القضيه هذه كان يلعب مزراوي في البوست ديالو ويشوف هذوك اللاعبين الاولمبيين بحال ريتشاردسون او العزوزي في مكان امرابط، ولا لا سي مراد؟ لا اولا بصح واحد المعلومه، انا كيبان لي اول مره نختلف مع هشام، انا تيبان لي بانه احنا بغيناكم نختلفوا ماشي لا لا وحنا كنختلفوا من اجل المصلحه ماشي من اجل الاثاره، لانه بعض المرات كتقول اشياء ربما الناس ما كيفهموش، ولكن تحاول انك تشرح. انا كان بلي بانه عطيه الله كان في المستوى الكبير البارح، لون بلاسمون ديالو في التيران كان مزيان، لاكسيون اللي غيوقع فيها شي واحد حتى واحد ما عرفها شنو وقع لي فيها، لان ذاك لاكسيون كان ممكن على انه يتهرس. علاش؟ لانه حتى واحد ما شاف لاكسيون كيبان ليه بانه راه عطيه الله مشى باش يكوفري على لوجوا، ولوجوا صحيح وديجا سبقوا وخذ البالون وداه، هو راه الرجل ديالو راه بحال طاحت ليه بواحد البلاصه بحال هابطه شي شويه، نورمالمون بحال رجلو خوات به، راه هذا الشيء غيضرب وغيتهز كامل لوكور ديالو غيتهز. دونك هذيك لاكسيون انا حيت انا عرفتها وفهمتها وديجا وقعت لنا في الكره. دونك انا كنقول بانه لي ديفونسور ديال البارح راه ماشي لو بروبليم ديالهم، راه ما كيكونش عندك ستابيزاسيون فوسط التيران، راه سي شوك كتلقى مشاكل لا في الديفونس ولا في لاتاك. دونك ريكوبيراتور البارح اللي كان ممكن انه ينسق ما بين لي ديفونسور ولي زاتاكون، دونك حتى كومبيتا مع الكارديان باش نطلع باش ندير هذاك لو بريسينغ هوت باش نطلع شويه لقدام او نديرو ميديوم باش نعرف كيفاش نجيري الماتش ديالي، كان بروبليم عندنا في وسط التيران، ما كناش كناخذوا كره وما كيكونش الاريحيه ما بين لي تخوا جوغ اللي كانوا في وسط التيران، دونك كان كيخلي لي ديفونسور على انهم يكريو هذوك الاخطاء اللي كانوا كيداروا البارح. اخطاء بعض المرات الى تصفحتي مزيان في داك الشيء اللي تكتب البارح والناس اللي تقنيين كيبان لك بانه اخطاء اللي كانوا يمكن تقول دري صغير ما يديرهمش، ولكن في كره القدم دائما لا بغى يكون عندي البوان فور ديالي خصو يكون عندي فوسط التيران، ودائما نكون كنعرف كيفاش نجري الماتش ديالي. انا اللي عجبني اكثر هو النتيجه بعدا 1-1،
وفي حد ذاته راه انتصار. علاش؟ لانه ما لعبناش مع منتخب عادي. ثاني حاجه كنا منهزمين، وكانت هذيك الفكره تنقولوا باقي ما جربناش بانه ملي كنكونوا منهزمين واش ممكن تكون رياكسيون باش نتعادلوا او نربحوا. دونك درنا التعادل، تعادل ماركاه جوغ اللي ديجا حتى هو كان اللي كان مسكين تعذب بزاف باش يوصل لهذاك النيفو. انا كنشكره دائما، كنقول له لما كنتلاقاه ولا تنقولها دائما في لي راديو ديال الاصوات، تنقول بانه يستحق كل احترام وكل تقدير. كنظن بانه الا بغينا نحكموا على الفريق الوطني المغربي خصنا نحكموا على ثلاثه ديال الخطوط بلوس هذوك لي جوغ لي رومبلاسون اللي كانوا. على العموم تنقول بان المباراه ما كانت سهله مع منتخب قوي. رجع لي السؤال ديالي على وسط الميدان، واش ما كانش انه الا بغينا نتكلموا على الاختيارات ونجربوا بعض الحلول اللي يمكن اننا نستافدوا منها في لي كومبيتيسيون، واش ما كانش الاعتماد في خط الوسط على لاعبين مثل ريتشاردسون او العزوزي؟ نشوفوهم هادو اللاعبين اللي تالقوا في كاس الامم الافريقيه اللي كانت هنا في المغرب، والكل كيقول انه ربما العزوزي ولا ريتشاردسون هو الخلف ربما ديال سفيان مرابط في وسط الميدان. واش ما كانش ممكن انه نجربوا هذا ونستافدوا من اللاعب نصر المزراوي في المكان ديالو في الجهه اليمنى؟ انا اولا بالنسبه لي بان المزراوي ما نستافد منه حتى شي حاجه، يلعب في هذاك لو بوست ديال الاريير غوش، ولا في هذاك اللي غيلعب في البوند غوش يلعب لنا ب 3 5 ولا يلعب، ولا غيكون ديجا في البلاصه ديالو ستابل كوم اريير غوش قديم. دونك انا كيبان لي راه قلتها لك وانت قلتي واحد الحاجه اللي فيها الجواب، الجواب هو انه ولا كيعجبك على انه وليتي كتعرف لي بخومي 11 اللي كاينين. دونك هذا راه سان بلوس. علاش انا غادي نرجع باش نعاود نعطي واحد ثلاثه ولا اربعه ديال اللاعبين في مباراه اللي هي غتعطيني اللي تعطيني زياده باش الكلاسمون ديالي يكون مزيان، لان المباراه هذه كتعتبر بانها من المباريات اللي كيكون فيها التنقيط. انا كنظن بانه باش نجربوا ثلاثه ولا اربعه ديال اللاعبين ممكن في لا دوزيام ميطون نجربوا فيهم جوج ولا ثلاثه، ما عندناش مشكل. وهذوك اللاعبين اللي غنجربهم راه ما يحتاجوش، لانه دي جوار اللي فريمون النيفو ديالهم ما فارقش حتى شي حاجه، واحد النسبة تقدر تكون قليلة ديال النيفو ديالهم مزيان، ولكن واش غادي يكونوا في السيستم اللي غادي يلعب به انا كوالد الكبير؟ كنظن بانهم غيكونوا في المباراة الجاية ديال كنظن المنتخب ديال ليبيريا ياك. ان شاء الله كنظن بان ان شاء الله نهار الثلاث غادي يجربوا فيهم، غيجربوا هاد اللاعبين. سي سو قلت لك قبيلة بانه حنايا كما كنا في السابق قبل لاكوب دي موند كنساندوا الفريق الوطني المغربي، خص كاع دوك الناس اللي كيهضروا في المنابر الاعلاميه على انه يمشيوا في اتجاه واحد، وكون ثيقن بانه وليد عارف اش كيدير. انا راه ماشي انا لا تواصل، كنهضر انا وياه، كنتلاقى انا وياه، كنهضروا بزاف د الاشياء. سي سيغ كون ما غيهضرش معنا في حوايج اللي هما مهمين اللي كيخصو هو الاداره التقنيه ديالو، ولكن كنعطيه وجهه النظر ديالنا حتى حنايا، وكنهضروا في امور. واللي كيعجبك هو انه كيسمع للناس وكيكون التواصل دائما، ماشي بحال بعض المدربين اللي كتي صعيب باش انك تعيط ليه، وحتى لا عيط ليه كتقلعوا البث الصوتيه. نعم. طيب نرجع لوسط الميدان سي هشام. ديما مراد ديما الميساجات. وسط الميدان كيف ما قلنا بين نقط القوه اللي كانت عندنا في الكوب دي موند ونقط القوه اللي كان عندنا الوقت، خصوصا ديال ملي كنا مع ايرفي رونار كان عندنا اقوى وسط ميدان على المستوى المنتخب الوطني المغربي، ربما افضل من خط الهجوم وخط الدفاع. الوسط الميدان اللي كان فيه احمدي وبوصوفا وكذلك يونس بالهندا ولاعبين اخرين، فكان وسط ميدان قوي. الان وسط ميدان في كوب ديمون كان وسط ميدان قوي كذلك، لكن ولينا كنلقاو مشاكل في هذا الخط هذا، خصوصا بعد كاس العالم او بعد مباراه البرازيل اللي كانت في مدينه طنجه. فكيفاش ممكن اننا نداركوا هذا المشكل هذا، خصوصا في الوقت اللي غاب المرابط كنلقاو حنا ديما مشاكل، فكيفاش ممكن انه وشكون هو الحل اللي في بالك انه ممكن يلعب هذا الدور ديال نور الدين سفيان مرابط؟ بالنسبه للخط الميدان اخي يوسف، تكلمت على المباراه ديال البرازيل، فالمباراه ديال البرازيل بدات يعني بدات الصفقات انتقالات ديال اللاعبين والاختيارات ديالهم. انا اليوم بالنسبه لي هاد اللاعبين اللي كانوا في كاس العالم هما اللاعبين اللي كاينوا ناحي كان في لاكوب دي موند، املاح لعب حتى هو دي ماتش في لاكوب دي موند، ام رابط يمكن دابا حاليا اون بليسور ولكن راه غادي يرجع. يعني ملي كتاخذ هذا لو تريو المشكل فين كاين الخلل؟ الخلل كاين في العدد ديال المباريات ولا كومبيتيسيون اللي عندهم في رجليهم. ملي يعني كنتكلموا على املاح عرفنا بان السنه الماضيه داز من واحد الفتره اللي كانت صعيبه، يعني اليوم ملي كنتكلموا عليه في فالونس املاح لعب دقائق، لعب كلكو ماتش ما عندوش يعني واحد 20 ماتش
فرجليه اللي نقدروا نقولوا بان رجع ليتا دو فورم ديالو اللي كان فوقيته ديال لا كوب دو موند. مي كتشوف الوضعيه الشخصيه ديال اوناحي داخل اولمبيك مارسيليا كتلقى بان حتى هو ما قامش بواحد العدد كبير ديال المباريات. انا كنظن بان قبل الوقت الى افون لو طون سي با لو طون ابري لو طون سي با راه قال هو الدري يفو اتر في لو مومون. يعني خصنا نكونوا في ذاك الوقت ديال كاس افريقيا. تنظر بان التغييرات اللي كتوقع دابا حاليا في الانديه ديال هاد اللاعبين تنظر بان تغييرات يعني في مصلحه المنتخب الوطني. شفنا اوناحي دابا رجع لو بوست ديالو الرسميه ديالو مع الاولمبيك دو امين حاري حتى هو كيقوم مباريات كبيره مع الفريق ديالو. وبالنسبه لاملاح حتى هو رجع لا كومبيتيسيون. يعني ما خصناش نحكموا قبل الاوان. طيب لان خصنا نوصلوا لا كوب دافريك. هذيك هي الوقيته لا ليست فينال هي اللي غادي تعطينا لو سون دو كلوش واش كاين امرابط ولا ما كاينش. لان نفرض ما كاينش القضيه ديال المزراوي كبديل للمرابط واش هو حل مثالي؟ انا بالنسبه لي ماشي حل. انا بالنسبه لي هذوك سي دي بوست اللي تيكون فيهم واحد لونجاجمون فيزيك اللي كبير. واليوم الكل كيعرف بان لونجاجمون فيزيك ديال المزراوي ميم بالنسبه لي بليسور والعدد ديال لي بليسور ديالو سو ني با ان جوور اللي غادي يدير هاد لا ديفيرونس في لافريك. لافريك عاوتاني لونجاجمون فيزيك اللي اونكور بلوز ايلفي في كاس العالم. يعني لهذا تنظن بان لاعبين اللي عندهم واحد القوه واحد لا كاباسيتي ديال لونجونس ديالهم كبيره هما اللي تنظن يقدروا يشغلوا هاد لا بوزيسيون. بالنسبه لي انا مزراوي يعني سي ان جوور اللي خصو يرجع لو بوست ديالو اللي كنلعب فيه افيكتيفمون في لا كوب دي موند. هذه هي الفكره. طيب خط الهجوم الاصرار ديال وليد الركريك على لاعب مهاجم واحد اللي هو يوسف النصيري. يوسف النصيري ما شفناهش البارح بالشكل اللي معودين نشوفوا على الاقل في هذوك المباريات الاخرين مع اشبيليا. كان لاعب حاسم واعتقل الفريق ديالو اكثر من مره من الهزيمه. فلاعب مهاجم واحد اللي هو يوسف النصيري واش كيبان لك انه مازال اوتيل بالنسبه ليكيب ناسيونال خصوصا في هذه الظرفيه اللي حنا كنلعبوا في لافريك؟ هو بالكوب لغه الكره راه ماشي مهاجم واحد دونك كتلعب بمهاجم اون بوينت دونك اتاكون بوينت. راه ما عندو جواغ اللي كاينين واحد في لاطوات واحد في لاكوش واحد اللي كيلعب برجلو اليسرية كيكون كاين في اليمن وهذاك اللي برجلو اليمنية كيلعب في اليسر. دونك السيستيم ولاو كيلعبو بكاع لي كران كلوب ولا لي كران سيكيب اللي كاينين في العالم كله. انا كنظن وغنرجعو دائما غنلقاو بانه الوسط الملعب هو اللي اثر البارح على انه باش يكونوا دوك لي زوكازيون اللي ممكن انه نصير يضيع وحده ولا يضيع جوج وممكن يسجل لك واحد ولا جوج. دونك انا ما غنلومش نصيري ولا دوك الجوار اللي كانوا في لاطاك. البارح ما وصلناش للبوطو ما وصلناش لانه راه كنقول لك بانه راه شوف هذاك الاوركستر اللي كيكون في وسط الملعب هو اللي كيطربنا باش ممكن يعطينا واحد المائده اللي هي جميله فيها كاع الحوايج اللي كيتمنى لاعب كره القدم او المتتبع. كنا معولين على حارس. لا هو ماشي على حاريت. هو انا قلت لك لو جو كوليكتيف البارح اون جينيرال الستيره البارح كان غائب. علاش؟ لانه كانوا حوايج كما قال سي هشام بانه املاح ما ننساوش بانه كان العام اللي فات دي بروبليم كان فريمون مشاكل ما بين الكلوب وما بينهم بعد الانتقال ديالو من بعد منين مشى سيلتا فيغو. سيلتا فيغو مشى لفالونس. فالونس ما ننساوش بان دو سومين دخل لا بروميير ميتون 10 مينوت ولا 30 مينوت خدا كارت روج دونك صفرا صفرا حمراء. دونك كاينين حوايج اللي ممكن اثر عليا ولكن انا كان املاح بالمستوى اللي كنعرفوا في لاكوب دي موند دونك ما عندكش باش ممكن انا نتكلم عليه. تكلم عليه وي في الماتشات ديالو تدي كريتيك ديال الماتش ولكن كوم جوغ سان جوغ لي فريمون النيفو ديالو عالي. الا جينا نتكلموا على امرابط الان لا غنى عنه قبل لاكوب دي موند حتى واحد ما كان كيامن بانه مرابط بداك القيمه اللي ممكن تعطى لاي لاعب باش ممكن يتكلم عليه العالم كله. ولكن في لاكوب دي موند مرابط سكتنا حنا وسكت الاخر وسكت الاخر وقال بانه راه المستوى ديالي راه هو هذا وفريمون كلشي صفق ليه لانه انسان منضبط وانسان كيخدم. والدليل هو انه من بعد المشاكل الكثيره اللي كانت باغا البارسلون وما كتبش من بعد مشى مانشستر المستوى ديالو كبير باش يصفقوا على الجمهور ديال مانشستر ماشي ساهل. دونك انا الا بغيت ندير مقارنه ما بين ثلاثه ديال الخطوط ديال الفريق الوطني المغربي كنظن بانه وسط الملعب اللي كان مأثر على لي دو لين اللي كانوا لا ديفونسيف مي كنا ديفونسور لي كاتر ديفونسور اللي كاينين ولا هذوك الثلاثه اللي كاينين في لين داتاك. نصيري كيخرج باش ياخذ البالون دونك شنو ممكن يدير نصيري الامتياز ديالو باش سي با ان جوار تكنيسيان اللي ممكن انه يشدها ويدور ويعاود ايليميني خاصه توصلو عنده يمشي خصو يدير لا ديفيرونس باش يدير لا ديفيرونس باش يدير نصيري خاصو الكره خاصو يكونوا معاه دو جوار اللي في لا دروات اللي في لا كوش وهذاك ميو تيران باش يعطيه الكره ديال كندا. بيناتنا بانه عنده حوايج اللي ممكن يخليوه قريب من هذاك لو تكنيسيان اللي ممكن يدير لا فينيسيون في اعلى مستوى.
هو نعم. الكره اللي داها كيفاش داها وضربها بلا ضربه جوج ماركات ضد كندا في الكوب دي موند. دونك حنا البارح نسيري ما قدرش نلومو بقدر ما انه نلومو الوسطيره البارح اللي ما كانش متقارب نعم. يمكن كان اوناحي كيحاول نصير مزراوي انا كنظن بانه حل ترقيعي، ولكن كما كان الحال راه ما كيديرش بزاف ديال لي موفيس باس، راه ان جوور لي فريمون انتيليجون كيعرف كيفاش يخرج البالون ديالو ولعب كيلكو ماتش في البايرن ميونيك في هذاك لوبوز حتى في لاجاكس. دونك دونك دونك, دونك حوايج عنده مزيانين، كيعجبني الفيزيك ديالو كيلكان ما تيبخلش بداك الشيء اللي عطاه، ولكن كاينين حوايج اللي خلاو انه ياثروا على المباراه ديال البارح. وكان تخوف من بعض اللاعبين هو دوك التدخلات الخشنه ديال بعض اللاعبين ديال كوت ديفوار، خلات على انه اللاعبين يحسوا بانه مباراه قبل من لاكوب دي موند في 2024 راه ماشي سهل بانك تجري الماتش وانت ما بقالك والو، بقالك دو موا لاكوب دافريك. دونك سي سيو كل واحد يعرف يحاول على اللياقه اللي عنده باش يوصل لاعلى مستوى باش يظهر به في لاكوب دافريك. واكيد كاين مباريات في الانديه اللي هي مباريات قويه من هنا لشهر 12 قبل ما يتوقف الدوريات ويكون الميركاتو، وبطبيعه الحال استعداد كاس امم افريقيا بالنسبه للاعبين الافارقه. لكن من خلال الكلام ديال السي مراد السي هشام، واش ما كانش على وليد ملي كيشوف انه ذاك وسط الميدان ما عطاش وكانوا لي ديشي بزاف اللي خلاو هذوك لي ديشي يمشي المنتخب الايفواري يهدد المرمى ديالنا في اكثر من محاوله وكانوا انفرادات، واش ما كانش على وليد الركراكي انه يتحرك في المباراه ديال الامس ويغير من ذاك خط الوسط الميدان باش ينقص على الاقل ذوك لي ديشي ويتحرك المباراة افضل خصوصا على مستوى خط الهجوم؟ لا تنظن التغييرات راهم جاؤوا في زعما في الشوط الثاني، تنظن بان ربما كانت مباراة حبية ما غاديش تنظر للتغييرات 45 دقيقة الأولى، تخلي واحد الفترة زمنية للاعبين باش أنهم تشوف وتقدر تأناليزي وأنك ترجع في لا دوزيام ميتون. هذا الدور أيضا ديال المساعد الأول والمساعد الثاني ديال وليد الركراكي. تنظر بأن قام التغييرات اللي كانت في المستوى، شفنا التغيير ديال أيوب الكعبي، شفنا أيضا الخنوس اللي كان يمكن يجيب كاع لو بوت ديال لا فيكتوار، لأن كانت واحد المحاولة اللي مشابهة على أن أكسيون انديفيديوال. يعني كان واحد لا رياكسيون ديال المدرب، وتنظر بان جابت الهدف ديال التعادل. انا بحال اللي قال الاخ مراد، هادي تتبقى مقابله حبيه دي سيمين من كاس افريقيا، ممكن ان ما كانش لونجاجمون 100% بالنسبه لجميع اللاعبين، لان كاين واحد التخوف. تنعرفوا بان لا في ديال هاد لي كومبيتيسيون كل واحد كيدير لا جيستيون دي فور، لا جيستيون دي فور كدار لا في الانديه لا مع المنتخبات بالاخص مع المنتخب. كنتكلموا على مقابله اذا سمحتي لي سي هشام، ملي كنشوفوا بعض اللاعبين لونجاجمون ديالهم كيتبين لك على انه جاي باغي يلعب ماشي جاي كي الحال، لان ملي كتشوف ايوب الكعبي صراحه والكره ديال اسمح لي قطعتك السي هشام، الكره ديال البيت اللي زقلوا الكوت ديفوار قبل ما نسجلوا حنايا، ديك العرضيه اللي دارت وضربها حكيمي بواحد يعني كان يضرب رجلي مع البارا نعم، فاش ضرب هذاك اللاعب ديال الكوت ديفوار بالراس ديالو ومشات محاديه المرمى حيدها حكيمي بالرجل ديالو. كيبان لك هنا لونجاجمون ديال اللاعب انه اللاعب عاطي كل شيء ماشي غير جاي بطبيعه الحال. هذه راه مقابله بالرغم من انها حبيه، لكن راه كاين متابعه جماهيريه كبيره. تنهضروا على منتخب وطني، حنا ملي كنتكلموا على لا جيستيون دي فور ما تنقولوش بان لاعبين يعني اموتي ماتش دونترينمون، راه تدير اون جيستيون دي فور انتيليجون يعني من خلال المباراه كتعرف راسك شنو هما الكواري اللي تمشي لهم، الكواري اللي ما يفو ليسي باسي ان بتي بو، فهمتيني؟ ميم لا جيستيون دي فور في وسط لي انترفال ديالك، هذا هو لا جيستيون دي فور اللي كنتكلموا عليها. اما بيان سور لي جوار راه داخلين باش انهم يفوزوا بالمقابله، راه كاينين دي بوان فيفا، كاين شي امور اخرى اللي كتحسب اللي ما نساوش، لان دائما وليد الركراكي ربما كان تيتكلم ايضا على لو كلاسمون فيفا ديال المنتخب الوطني، وكان واحد الهدف ان يكونوا في لو توب 10 مونديال، لان شحال امر دخل للتاريخ ان المنتخب الوطني يكون في لو توب 10 مونديال. ولهذا تنظر انا مره اخرى يعني اللوم بالنسبه للسؤال اللي طرحتي على سي مراد ديال يوسف النصيري، راه دائما غادي نرجعوا لنفس المساله اللي هو وسط الميدان. يعني ربما البارح لو كان واحد وسط الميدان اللي مغاير، ربما كان ليفور ديال وسط الميدان وكانوا تحكمنا في الامور في الشوط الاول كانت غادي تكون مقابله مغايره. وهذا بالنسبه لي سي ان ابرونتيساج، يعني درس بالنسبه لينا قبل من النهائيات ديال كاس افريقيا. طيب بعد التعليق ديال المتابعين ديالنا صفحه البرنامج اصوات الرياض على الفيسبوك، ياسر عطار دار واحد السلسله ديال التعليق من بينها ما هو موجه لسي مراد
حديود، قال لك اخي حديود نفس خطا اللي دار رونار بعد مونديال روسيا يكرره وليد، سير فريق لا يشبه المنتخب، نحن مع استمراريه في التشكيل لكن بعض المرات كيخرج لك لاعب من الجاهزيه يجب تغييره. وقال لك علاش كتجنب الانتقاد ديال وليد في مباراه الامس؟ اولا اللي تصنت لي غيقول بانه ما كنتجنب حتى شي واحد وانا ما كنخاف من حتى شي حاجه. دونك الا كان شي حاجه اللي خصني نقولها اللي قلتها، قلت بانه كانوا اخطاء فرديه ما كيتحملش المسؤوليه ديالها المدرب. وبحكم انه الصداقه اللي بيني وبينه وبحكم داكشي اللي تعلم في كره القدم ولي زابي سيت فوتبول كيحتم عليا لانني نقول الحقيقه ماشي نتخبى. انا قلت بان الاخطاء الفرديه كانت بانه لي ديفونسور ما كانوش خايبين بقدر ما ان الوسط اللي ما كانش يعاونهم في ثلاثه ديال الخطوط. كنظن بانه المقارنه ما بين وليد وما بين رونار ريان افوا. واحد جا لقى واحد الجينيراسيون يلا كان كيوجد فيها، وليد جا لقى جينيراسيون فريمون مدمره وحاول لانه باش ينظف البيئه الداخليه ديال الفريق الوطني المغربي، تعطوا الفرصه في وقت وجيز، حاول لانه يمشي يشارك في دوري 3 ماتش اميكو، مشى لا كوب دي موند كلاسيك 4. دونك انايا الا كنتي كتوجه لي السؤال بحكم المباراه ديال الامس وتصنتي مزيان، غتمعن بانه بالنسبه للشخص اللي كتب هذاك السؤال وقال كاني كنتفادى على وليد، بالعكس وحنا شحال من مره تكلمنا على وليد هنا عندك سي يوسف راديو اصوات، وما هو البارح كان لو بروبليم ديال بالعكس انا كيبان لي بان وليد البارح جرى الماتش في المستوى الكبير. علاش؟ لانه لا بروميير ميتون ما يمكنش انا ماتش اميكان غندخل دي جوغ لان بلي فيهم الغلط وغنخرجو في 30 مينوت ولا 40 مينوت نخرج لو جوغ في لا بروميير ميتون، دونك كندمر هذاك اللاعب. مازال في ماتش اوفيسيال انا كنلعب على اشياء اللي هي ماشي هي ديال الماتش اميكان، دونك سي سيغ كو انه التغييرات اللي دار وليد عطات الاكل ديالها. الرجوع ديال الكعبي كان في المستوى الكبير، كاينين دي جوغ اللي قلت لك كانوا في الاولمبي عطاو الاكل ديال عطاو الاكل ديالهم وكانوا في المستوى الكبير، ولكن ما كنتجنب حتى شي واحد. انا كاينه مقدسات ما كنتكلمش فيها، كاينه خطوط حمراء ما كنتكلمش فيها، ولكن اي واحد جا كما قال المراد بسم الله. طيب اللاعب سولونا عليه مجموعه من الاخوان اللي هو امين عدلي، شنو كيفاش بان لكم اللاعب البارح اللي ربما اخذ احسن تنقيط في مباراه الامس من اللاعبين اللي خاضوا المباراه امام الكوت ديفوار؟ نبدا معك سي هشام. امين عدلي يعني كان يعني لاعب اللي كان باغي هو وليد الركراكي هذه فتره، اللي حتى هو كان قام باختيار اللاعب المنتخب المغربي، تقوم مباريات كبيره في الدوري الالماني، لاعب مهارات عاليه، منين جا ليكيب ناسيونال هو تيبين على انه قادر يعطي واحد الاضافه. تنظن بان هذا الوقت ديال امين عدلي، سان جوار كي اونكور تري جون اللي مازال عنده واحد المستقبل ديالو في المنتخب، خدا ان طون دو جو في هذه المباريات الاخيره مع ليكيب ناسيونال بوركينا فاسو بوركينا فاسو يوم امس، غيتاقلم مع الاجواء، غيعرف شنو هي لافريك لان ما تيعرفش لافريك، هذه راه نقطه اللي مهمه، وربما مستقبلا غادي يتاقلم لان غادي يخصو واحد المباريات كثيره اون افريك باش يدخل في الاجواء. ووليد قال لنا ربما المباريات المقبله غتكون اغلبها في افريك. هذا اختيار صراحه ذكي بالنسبه لي من طرف وليد الكراكي، حيت تيخرج من لا زون دو كونفور ديالو. يعني كاين واحد لا زون ديال الارياحيه، نقول لها نلعب ندير لي كونسونتراسيون ديالو لي ستاج في مركب محمد السادس، لعب في مركب مولاي عبد الله، ولا لعب في الدار البيضاء. ولكن لا، اختيار كان اخر. شفنا ايضا بان كان واحد التنقل ربما للمدينه اللي غادي يكون فيها المنتخب خلال كاس افريقيا، ديال المساعد الاول المساعد الثاني ديال وليد الركراكي للزياره. يعني كاين واحد العمل، كاين واحد الاراده، وهذا شيء جد ايجابي. طيب غادي نمشي الفاصل مستمعي الكرام، غادي نواصل هذه الحصه من برنامج اصوات الرياضه بعد قليل بالحديث عن مباراه الامس امام الكوت ديفوار، ونرجعوا نستمعوا للتصريحات ديال وليد الركراكي اللي كانت بعد المواجهه والتعليق ديالو، خصوصا التعليق والتصريح ديالو الزميل هشام فراج للقناه الرياضيه اللي كان مباشره بعد المباراه. عاد نرجعوا للكونفيرونس دو بريس اللي كانت بعد اللقاء. فاصل ونواصل مستمعينا. مرحبا بكم مجددا على اصوات برنامج اصوات الرياضه مباشره مع
مع الاطر الوطنيه السي مراد حديود الدوليه المغربيه السابق وكذلك السي هشام قديره الاطار الوطني. كخبر وصلنا اللحظه من الجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدرجات انه الدرجه المغربيه تتاهل رسميا للالعاب الاولمبيه، فهنيئا للدرجه المغربيه. وغادي نرجعوا للموضوع ان شاء الله الاسبوع المقبل بحول الله باش نتكلموا على مجموعه من الرياضات الاولمبيه واللي كتصارع من اجل الحضور في باريس 2024 ان شاء الله، ما يكون لا بقلاوه ان شاء الله فرنسا فداك الصيف المقبل ان شاء الله. سنوسي امين كيقول لك نتكلموا على خط الوسط، كنتكلموا على خط الوسط المونديال وعندنا لاعب خاطر في الوسط يقوم بعمليه الربط على احسن ما يرام وعنده تجربه كبيره وتمريرات دقيقه وخير خلف البوصوفه، ولكن للاسف تبقى علامه استفهام على بعض العناصر وحتى قبل المونديال، وراه كنا كنظنوا ان المونديال اخر مسابقه لهم ولكن هما كانوا كيظنوا نفس الشيء لكن باقي معولين عليهم. على من كدوي سي سنوسي. ياسر عطار كيقول لك لا نتحمل على وليد ولنا كل الاحترام، لكن في مباراه الامس فقد رده الفعل خلال 70 دقيقه. ممكن هذا القراءه ديالك السي ياسر والراي ديالك في المباراه. رضوان اليماني السلام عليكم، اعتقد ربح اللاعب عدلي لكن يجب مراجعه الخطط، كاس افريقيا ليس بالسهل. وهذا الشيء اللي اكد وليد الركراكي في التصريحات ديالو لا قبل المباراه ولا في هذا بعد المباراه ديال امس، انه المنافسه على كاس امم افريقيا ما غادي تكونش بالشكل اللي كيتصوروا الجميع، ماشي حيت وصلنا كاس نهائي او ربع نصف نهائي كاس العالم 2022 راه بالضروره غادي نفوزوا بكاس امم افريقيا. هو اكيد ما غير مسموح للمغرب الان وفي كل منافسه راه حتى اي مسابقه ديال كاس امم افريقيا كيدخلها المغرب كيدخل كمرشح للتتويج باللقب. الوقت اللي كان وليد مع السي مراد حديود وباقي اعضاء المنتخب الوطني المغربي في 2004 حتى واحد ما كان كيرشحهم، ولكن هما كانوا كيرشحوا راسهم لانه كيمثلوا المغرب الكره المغربيه. فدائما المغرب كيدخل كاس امم افريقيا كيف ما كانت وكيف ما كان الوضع ديال المنتخب الوطني المغربي فدائما كيكون هو في توب المرشح على الاقل وصول المربع الذهبي. ربما كانت في النسخه الماضيه ديال 2019 اخر نسخه كانت 2021 مع فاهيدا ليلوزيتش كان المنتخب الوطني المغربي مرشح للتتويج باللقب على الاقل وصول المربع الذهبي، لكن اخطاء في المباراه امام مصر خلتنا نخرجوا من دور ربع النهائي. فبالتالي الامور ما غادا تكونش صعيبه ما غاتكونش سهله، ولكن المنتخب الوطني المغربي غير مسموح انه يقول لك ما مرشحش او لا ما غاديش يلعبوا على اللقب. سنوسي جاوبني قال لي اللاعب الخاطر هو فيصل الفجر. اش بان لكم فيصل الفجر السي مراد باقي يعطي ليكيب ناسيونال باقي لانه كيقدم مباريات كبيره مع الفرق ديالو كان في الخارج. هو سنوسي وجهه النظر ديالو تحترم، ولكن انا كيبان لي بانه ما عندوش مكان ديالو في الفريق الوطني المغربي بصفه نهائيه، يعني ما كنظنش بانه ممكن يعطي اضافه اكثر. وكما قلت قبيله بانه من بعد لا كوب دي مون تغيرت الرؤى ديال بزاف ديال المنتخبات، دونك اي منتخب لعب ضد الفريق الوطني المغربي كيعطي كل ما في الجهه ديالو. لانه لعب مع كاتريم دي مون. ما تنساش بانه هذا المستوى ولا هذا النيفو اللي هضرنا عليه باش ما يبقوش الناس بعض المرات يصحوا الاخطاء، واي واحد هز سيلو احمر ممكن انه يصلح الخطا ديال الاخر. من بعد كيقول لك لا حنا ما نبقاوش نعيشوا على الماضي، والانسان اللي ما عندوش الماضي ما عندوش حاضر. دونك حنايا بالامس قبل ملي كان معانا وحيد كنا كنتكلموا على واحد الاشياء اللي هي غريبه، من بعد المجيء ديال وليد الركراكي كانت اشياء عاوتاني غريبه. دابا وصلنا الكاتريام بلاص في لا كوب دي موند اللي خلى العالم كلشي كيتكلم عليه، عاوتاني لا ما نهضروش على الماضي وحنا جايين ما نساوش الا بغينا نهضروا ما نهضروش على الماضي. دونك المباراه ديال اليوم الجمعه راه كانت من الماضي دونك خصنا نحيدوها. حنا كنتكلموا على انه كاينه امور اللي هي تقنيه كتبشر بالخير، وكاينه امور اللي هما كاينين غلطات او كاين اغلاط اللي كيوقعوا في داخل رقعه الملعب كتحتم علينا على انه نتكلموا فيها. سي فغي كو دابا المشاهد والمتتبع بهذه الاراء ديالهم اللي كتقرا سي يوسف الناس راه كيفهموا جمهور كره القدم، والجمهور ولا كيفهم مزيان كره القدم. انا مع احترامي للسنوسي على التدخل ديالو، ولكن تنقول له بانه انا وجهه نظري كمراد حديود ما عندي حتى علاقه لا ممثل لاعبين ولا اي مكان ولا لاعب دولي، كنقول بانه المستوى ديالو ما ممكنش على انه يستافد من الفريق الوطني المغربي بقدر ما انه انا اللي غادي نجيب واحد عنده 33 سنه من الاحسن
غياب مرابط كاين عندنا العناصر اللي هي شابه اللي اذا تعطات الفرصه في واحد الخمسه ولا سته ديال المباريات المقبله كنت تيقن بانه غادي تكون النتيجه يعني فريمون النيفو ديالها عالي. نعم طيب بعض الاسئله اللي كانت كذلك قبل ما نرجعوا للتصريحات ديال الوليد ومباراه الامس بعض الجماهير كتقول انه الوليد الركراكي لي بيلي ديال المنتخب خبوا به ملي مشاو للخليج. تنظن هنا دائما غيبقى يطرح المشكل لو شو بيرسونيل ديال اللاعب مع مع الانتيغي جينيرال ديال المنتخب الوطني. كاين بعض اللاعبين بطبيعه الحال اللي اختاروا انهم يمشيوا للخليج. تنظن بان نقطه القوه ديال وليد الركراكي ان كانت عنده قراءه صائبه من خلال المقابلات اللي تلعبوا في شهر يونيو. فبدايه المقابله اللي تلعبات في جنوب افريقيا فتنظن بان بين النوايا ديالو ان هناك تغييرات ماجيه في المنتخب الوطني. هو كان على درايه بالامر بطبيعه الحال لما شفنا كان البدايه ديال الانتقالات الصيفيه كانت عدد كبير من الاخبار كتروج بان الدوري السعودي غادي يستمر واحد العدد كبير واحد الاموال طائله في اللاعبين الى اخره. ف هادشي اللي وقع بطبيعه الحال راه لاعبين انتقلوا للدوري السعودي لاعبين انتقل بوفال من بعد كاس العالم مشى لقطر. اذا هنا تنظن بان الوليد الركراكي مدرب يعني واحد الرؤيه عنده. الا كتقلب على لا كومبيتيتيفيتي ديال لي جوار راه غادي تقلب في اوروبا. لان الدوريات الخليجيه مع كامل الاحترام لهذ الدوريات ربما نخليو دو كوتي شويه الدوري السعودي حاليا اللي طلع النيفو فيكتيمون فيه مي الدوريات الاخرى تيبقى المستوى يعني لو نيفو دانتونسيتي ديال لي ماتش ماشي هو لو نيفو ديال لانتونسيتي لي ماتش اللي كاين في اوروبا. هادشي عادي بالنسبه للمدرب هادشي عادي بالنسبه للمنتخبات. هنا كيبقى لا رياكسيون ديال المدرب شناهي واش غادي نغير الجلد ديال المنتخب الوطني ولا غادي نبقى بديك الفكره ديال اللي كانت في كاس العالم ديال 2022 كيف اللي تكلمتي الاخ يوسف في بدايه ديال البرنامج 12 لاعب اللي كانوا في المنتخب الوطني ما بقاوش. يعني كنتكلموا على تقريبا نصف ديال المجموعه اللي تغيرات في المنتخب الوطني. هذه تنظن ربما راه رد ديال الوليد الركراكي على الاختيارات الشخصيه ديال هاد اللاعبين في الانتقالات لا الصيفيه ولا الشتويه. هنا خصنا نعاود نلقاو مجموعه خصنا نعاودو نغاجونيغ وهادشي اللي خدام عليه ربما وليد الركراكي غاجونيغ هاد ليفيكتيف باش يكون عندنا واحد المجموعه اللي نقدروا نشتغلوا عليها في واحد السنتين ولا ثلاث سنوات المقبله. طيب غادي نبداو الاستماع لتصريحات وليد الركراكي بدايه بالتصريح اللي كيف ما قلنا عطى القناه الرياضيه والزميل ديالنا هشام فراج مباشره بعد نهايه المباراه نستمع. اول حاجه بغيت نقول برافو للدراري الماتش اللي ماشي سهل مع الجو مع الجمهور على برا بحكوا ما هاد لي ماتش في لافريك لا بروميير ميتون ما عجبتنيش ما داروش لي كنا باغي بالحق غنتعلموا مزيان بهاد الماتش جينا باش نتعلموا اليوم ما كنسالوش التعادل الصراحه ما ديرناش اللي كان خصنا نديرو باش نجيبوا التعادل بالحق في الاخر هما هادو الفرق كبارين بوالو نقدروا نجيو ولا كانوا شي فرق اخرين من لافريك كانوا يديروا ديك التعادل غنقولوا عارفين كيفاش يلعبوا في لافريك غنتعلموا بزاف بهاد الماتش اليوم جينا باش نتعلموا من هذا الماتش باش نكونوا موجودين في لي ماتش ديال لافريك لا اللي مهم هي لي زوكازيون اللي عندهم حنا اللي حطينا لهم درنا بزاف ديال ديشي تكنيك سورتو بروميير ميتون وفي هذا المستوى اما كاس افريقيا اما اي كره ماتش الكره هذا لو ديشي تكنيك اللي كان عندنا في بروميير ميتون ما يقدرش يترا ما يقدرش نعطوا الكواري لادفيرسير يمشيو بلي كونتر اتاك ويكونوا عندهم هاد لي زوكازيون سالا بالحق هادشي اللي غيتعلموا لافريك انا كنقولها وكنعاودها اللي فيهم فهمات صعب لهم غنلعبوا الكره ديال البرازيل في افريقيا ما كايناش خصك تكون واقف خصك تكون تري فور مونتالمون وفيزيكمون وشفتي في دوزيام ميتون اللي كنا واقفين واخا خاسرين استنينا الوقت ديالنا وجا جا الوقت ديالنا باش نتعادلوا باش نمشيو للماركو الثاني هي هذه افريقيا على هادشي كنقول لك غنتعلموا وهاد الدراري صغارين حتى هما غيتعلموا شحال ما لعبوش في افريقيا هاد الماتش غيكون مهم لنا. إذا مباراة مهمة الوليد الركراكي اكتسب فيها مجموعة من الدروس ومجموعة من الأمور اللي يمكن أنه ياخذها في التجربة أمام منتخب الكوت ديفوار. تكلم على المباراة بشكل كبير قال أنه ما كناش مزيانين في الجولة الأولى واللعابة ما عطاوش داكشي اللي بغى في الجولة الأولى وكانوا بزاف كيف ما قلنا قبل الفاصل أنه كانوا لي ديشي بزاف اللي عطاو الفرصة للمنتخب الكوت ديفوار أنه ينفرد مع الحارس ياسين بونو في أكثر من مرة حتى ياسين بونو بنفسه
كان دار واحد الباس خطا اللي خلانا الفرصه تعطى للمنتخب الايفواري. فكيبان انه وليد الركراكي ما رضيش على الاداء ديال اللاعبين في مباراه الامس. او سي سيغ حنا ملي تكلمنا انا كاع ما سمعت الرياسيون ديالو ولا الديكلاراسيون ديالو. ناخذ ديال القناه الرياضيه الزملاء ديالنا. والله العظيم ما سمعت انا الديكلاراسيون ديالو لان ملي تكلمنا على لا برومي ميتون المستوى اللي ظهر به والاخطاء الفرديه اللي كانوا ديال سيغتان جوار دونك ما تصنتش انا شنو قال وليد بقدر ما انه المباراه الى حللتها من بزاف ديال النواحي دونك هذاك الشيء اللي تكلمنا عليه حنايا راه هو اللي زكاه وليد. سي سيغ بزاف ديال الناس مرضين على المستوى اللي ظهر به الفريق الوطني المغربي والمدرب كذلك. ستاف كامل اللي معاه راه ما راضيش دونك سي سيغ ولكن كانت رياكسيون في لا دوزيام ميطون. المهم هو انه ما خسرناش المباراه واخا هي ماتش اميكان خمس هي المباراه حبيه ولكن هاد الاغلاط ما ممكنش يداروا في المباراه الرسميه. دونك اللي مهم هو انه الامور اللي غيتكلم عليها الجمهور اللي غيتكلم عليها المحلل الانسان اللي كيفهموا في كره القدم فاهمها وليد. دونك باش 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 تكون القراءه هو انه غيتبدل الكومبورتمون ديال وليد مع بزاف ديال اللاعبين خصو يدير هذا الامر هذا. دونك هو مجهود يمكن كيطلب كثير وانا كنعرف العقليه ديال وليد. وليد هو كيلكان اللي فريمون ما كيضحكش بزاف د الحوايج وممكن يضحك معك دائما مادام انك خدام في الاتجاه الصحيح كون تيقن بانه كاين دي بلا كاين حوايج كيضحك كيلكان ديال الفكاهه مزيان ولكن الا كانت الامور ماشي هي هذيك ما كيعرفش الخيال ديالو فين كاين هو. ممكن انه يرياجي في لحظه وممكن انه ما تنتظرش داكشي اللي غادي يدير ولا دار واحد القرار غياخذ هذيك لا ديسيزيون ديالو وكم ثقه بانه ما يقدرش واحد يتدخل في ذاك الامر. ولكن الا عاودتي غيرتي مني بالعقليه ديالك والمستوى ديالك ظهر باحسن من ذاك الملاحظه اللي خدع لك في السابق كم ثقه بانه غيعاود يتنادى عليك. كاين حوايج اللي قالهم وليد راه حس بهم بانه رياكسيون اللي دارت في لا دوزيام ميطون واللاعبين اللي دخلوا راه دو داكشي اللي خصو يدار. كون دارها شي فريق اخر قال بانه غادي نقولوا بانه عرف كيفاش يربح وبانه الكرون كلوب ولا الكرون ديكيب راه هذا هو النيفو ديالها لا ممكن على انه في اضعف الاوقات ديالها ممكن على انه تسجل اهداف. وتنقولوا تنعاود ملي كتجي الفرصه لاي لاعب خصو على انه يعرف كيفاش يستغل الفرصه. البارح بزاف ديال الارقام سجلها الكعبي وقال لنا بانه خصو نكون رغم انه كاين بزاف ديال الظلم في حق هذاك الوليد. وكيما كنا كنتكلموا على حمد الله وعلى ناس اخرين كان بالامكان نتكلموا على الكعبي. كيما كنا كنكونوا ضد بزاف ديال اللاعبين كان بالامكان ديالنا نكونوا مع الكعبي. ولكن كره القدم هذه كاين اللاعبين اللي كيكونوا كيديروا الكاليفيكاسيون وكاين دي جوغ اللي كيجيو يلعبوا الكومبيتيسيون ديريكتومون. ولكن اللي زوين هو انه اذا كانت عندنا عقليه محترفه كون تيقن اللي فاز يوسف سي هشام ولا انا فهو الفوز مغربي محض. اكيد اكيد سي مراد. شبالك في الرياكسيون ديال وليد جوست ابخي الماتش كان كيغوت لانه كان صداع في التيران سي نورمال غادي يكون يهضر بديك التوناليتي. تفضل سي هشام. وتنظن ان هناك خلاصات بالنسبه لوليد الركراكي من خلال هذه المقابله. تنظن بان فهم بان ربما ال 45 دقيقه الاولى بينات له عطات واحد العدد ديال لي كونكلوزيون اللي غادي يشتغل عليهم. فهمنا ايضا بان الكره في افريقيا ما غاديش يمكن دير لو بو جو يعني هذه اللي تكلم عليها قال لك ما حنا ما غاديش نديروا ليكيب البرازيل باش غادي تلعب الكره بنفس الطريقه يعني الناس الفرق ما يلعبوش معك غادي يخليو لك الكره وانت تدبر راسك. طبيعة الحال الفرق غادي يخليو لك الكره. اليوم اي فريق قد يواجه المنتخب المغربي راه كيواجه الرابع عالميا يعني داست ان اكسبلوا بالنسبه للمنتخب ساحل العاج. تنظن بلا بالنسبه للمورال ديال اللعابه لا بالنسبه لا كونفيونس الثقه بانه قبل كاس افريقيا لا بالنسبه ايضا الجو اللي غادي يكون في كاس افريقيا اللي غادي تستقبلها الكوت ديفوار. كانت بالنسبه لهم مقابله مهمه جدا جدا. ربما مقابله بالنسبه للكوت ديفوار كانت اهم من المنتخب المغربي. حنا في نفس الوقت بطبيعه الحال غادي نستافدوا منها لا من ناحيه التاقلم مع الرطوبه من درجه الحراره الاجواء الى اخره. هو تنظن شي حاجه اللي يعني ما كانش شي اضافه كبيره لا بالنسبه للتحاليل اللي عطينا منذ بدايه البرنامج. كانوا لدي شي تكنيك هذا شيء لاحظناه في الجوله الاولى خاصه في لو ميليو تيغان. ما كانش اون سيركولاسيون دو لا بال فلويد ما بين اللعابه اللي في لو ميليو تيران حتى ذاك اش كنقولوا ذاك الضغط العالي البريسينغ اللي مولف كان كيديروا ليكيب ناسيونال في المباريات السابقه حتى في الماتش ديال بوركينا فاسو فرنسا ما شفناهش البارح. ربما هذا شيء راجع للياقه البدنيه وراجع لا كونديسيون فيزيك اللي غادي ايفوليو فيها اللعابه لان ملي كتكلم على الرطوبه راه ما غاديش يمكن انت تلعب الاشهر قبل في الدوري الالماني وربما الدوري الفرنسي غادي تجي تلعب في لاكو
كوت ديفوار يعني في 48 ساعه غادي يكون واحد لاكليماتاسيون ديال لو كور ديالك على هذيك الرطوبه. هذا راه تيطلب واحد الفتره زمنيه كبيره. وتنظن من هنا جا الاختيار ديال وليد الركراكي من ناحيه الاناليز فيزيك ان يدي كاع المقابلات ديالو ربما المقبله اون افريك اللي غادي تلعب في كوت ديفوار. ملي غادي تكون ديك لا كونسونطراسيون لا بري كونسونطراسيون ديال لا كوب دافريك هنا ملي غادي تدوز واحد الوقت لو كور تيقدر يتاقلم مع هذيك الاجواء. وهنا غادي المنسوب البدني ديال اللاعبين غادي يولي قادر على انه يعطيك ربما هاد لي زيفور اللي كان كيتسناهم الجمهور البارح. ملي كتجي تتنزل في 48 ساعه وغادي تلعب في واحد الرطوبه ديال 85-90% وانت مولف كتلعب في اوروبا في انجلترا اسبانيا ايطاليا الاجواء مختلفه تماما. هنا كيصعب. كان ربما شويه ديال لا ميتريز فيزيك في المقابله ربما ما كانش غادي يكونوا بطبيعه الحال كوت ديفوار مولفين يلعبوا هذيك بلادهم. غادي يكون كانت عندهم سهوله ربما في لو فيزيك. طيب نزيدوا نسمعوا التصريحات ديال وليد الركراكي. هذه المره نمشيو للندوه الصحفيه اللي كانت مباشره بعد مباراه الامس. يكون تكالم شويه وليد ونكون نهضر مع اللعابه شي شويه. نسمعوا الوليد الركراكي في الندوه الصحفيه اللي كانت يوم امس ونقول عن الموقع الرسمي للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. Il y a beaucoup de facteurs. Y a déjà, je pense qu'ils ont été étonnés de l'humidité, de la chaleur. Donc je pense qu'ils n'ont pas été prêts sur le plan mental et athlétique à faire les efforts qu'ils sont capables de faire d'habitude. On n'a pas défendu ensemble. Pour moi, la défense, je ne dissocie pas la défense du reste de l'équipe. On n'a pas été compact. C'est notre force normalement. Aujourd'hui, on a laissé trop d'espace. Et quand on laisse trop d'espace à des joueurs de qualité comme il y a aujourd'hui, ben on le paye cash. Et c'est ce qui s'est passé. Après, même si réellement, on a donné beaucoup, beaucoup d'opportunités à la Côte d'Ivoire de par nos pertes de balles. Quand on était en place, on n'a pas trop été en difficulté. C'est quand on a perdu des ballons sur des relances, sur les transitions, qu'on s'est pris beaucoup de situations. Et ça, c'est des problèmes qu'on doit régler. En Afrique, il y a des temps forts, comme dans le football en général, des temps forts, des temps faibles. Il faut savoir les gérer. On n'est pas encore arrivé à maturité pour ce genre de match. C'est pour ça que je suis content que ce soit arrivé aujourd'hui, pour qu'on arrive à maturité le jour J. En Afrique, il faut savoir quand il faut jouer au ballon et quand il ne faut pas jouer. Il y a des moments où il faut accepter de la supériorité de l'adversaire sur un moment. Et des fois, on a eu aussi une supériorité un peu technique de temps en temps, que ce soit en première ou à la fin, en deuxième mi-temps. Il faut gérer ça. Mais après, comme je l'ai dit, nous, on est encore en apprentissage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué en Afrique. Et aujourd'hui, on sait ce qui nous attend. طيب كان هذا وليد الركراكي تحدث عن مجموعه من الامور اللي كتعلق بمباراه الامس. يمكن نتفقوا معاه في هذا الراي ديالي الشخصي. نتفق معاه في امور اللي كتعلق ما هو تقني خصوصا صعوبه الادابتاسيون ديال اللاعبين مع الكليما مع الرغبه ديالهم وحتى يعني حتى الجاهزيه ديالهم الذهنيه انهم يكونوا واجدين يعطيوا ليفور في ذاك الجو وفي ذاك الرطوبه. خلاو لي سباس بزاف بالنسبه المباراة الأمس اللي خلات المنتخب الإيفواري أنه يأخذ الراحة ديالو على مستوى الهجمات خصوصا المرتدة. لكن باش تقول أنه ما واجدينش بحال هذه المباريات باش نتعاملوا بحال هذا الإيقاع اللي كان ديال اللاعب. وحنا ديجا حنا لعبنا مع منتخبات كبيرة بحال إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا كذلك وكنا الند للند. فشوية صعيبة تقول لنا كاتريام دي موند باقي ما تأضبطاش مع هذا مع طريقة اللعب وخاصنا مازال نبدلوا حوايج بزاف. صعيبة شي شوية سي مراد ولا لا؟ هو ما صعيبش حتى شي حاجة لأنه لا صعيب أنك تقولها سي مراد. إلا جيتي تحمل القصد ديالو يمكن بعض المرات هو اللي كيتحمل المسؤوليه اكثر ما انه يحمل المسؤوليه لذوك اللاعبين اللي معاه لانه هو حاس بانه كانوا اغلاط. اللي كان ممكن يكون فيه كريتيك صعيب بزاف هو انه تكون لا بروميير ميتون في المستوى الكبير ولا دوزيام ميتون ما يعرفش يجيري لا دوزيام ميتون. ممكن هنا نقولوا بانه المدرب يتحمل المسؤوليه ولكن لا بروميير ميتون الا تفرجتي فيها بانه ما كانش اخطاء في لو سيستيم باش لعبنا. دونك لي تخوا لين ما كانش لو بروبليم فيهم. كان لو بروبليم سي دي فوت اللي كانوا انديفيديوال. دونك كاينين لعابه اللي كانوا الكره اللي ضاعت هو انه كانت بالامكان ديالنا ان نمشي كونتاكل ديال عطيه الله وتخرج الكره وما يوقع فيها والو. الكره الثانيه ديال بونو اللي بغيت تعطى فيها لا باس دونك كاين بروبليم. كاين لو بلاسمون ديال دو جوار اللي ما كانش واقف من بعد لا فوت اللي كان دار ديال بونو اللي عطى فيها لا باس لو كولوار باش ممكن نعاودوا نبداو من الاول لان لو بروميير
اتاكون لي اول بروميير جوور اللي كيبدا الهجمة اللي هو الحارس. دونك هو بغى يحيد المسؤوليه على اللاعبين، بغى يبين بانه راه هو يتحمل جزء من المسؤوليه. سي فري كو بعض المرات كيكونوا دي ديكلاراسيون ماشي القصد ديالها هو انه نادي اللاعب او انه ممكن تهرب، بقدر ما انه كنخرج الناس باش يعيشوا مع اشياء كيقولها وليد، بقدر ما انه يتكونسونطرو مع اللاعبين. واش باقي ما وصلناش للماتوريتي ديال الوجه؟ لا لا هو 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 عارف بانه بعض المرات راه كاين انسان كيخون التعبير في في, 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 في الكلام ديالو. سي فري كو بالعربيه راه نقولوا واخا ما عندوش باقي العربيه، لا حيت راه ماشي اللغه هي اللي تخلي الانسان انك تكون كتقول اللغه على انك ممكن توصل المصطلحات كما بغيتي. بعض المرات كتكون القصد ديالك ماشي هو هذاك، وبعض ما كيكون اختلاف كلمه على كلمه. يمكن انا اللي ماشي كندافع هنا على وليد الركراكي بحكم انه صديق ديالي، لا انا بالعكس كنقول داكشي اللي شافت العين ديالي هو انه كانوا اغلاط فرضيه خلت على انه ذاك الخطوط الثلاثه ما تكونش ذاك المستوى الكبير. كنت تيقن بانه هاد الاغلاط ما يعاودوش يتسمعوا، كنت تيقن بانه الكلام اللي تقال في الفيستير ما عنده حتى علاقه مع داكشي اللي خرج به دابا، لانه انا كنعرفوا بانه كيلكان اللي منضبط هو كان بروفيسيونيل كان لاعب وكان عنده بزاف الحوايج ديال الكره. دونك من الاحسن على انه ممكن نقول نخلي وليد نتعاونوا معاه كاملين كلاعبين وكاداره تقنيه كجمهور كناس اللي كيفهموا في كره القدم، نحاولوا على انه نوصلوا اللغه ديالنا اللي هو المصطلح الوحيد اللي كاين هو انه لا فكره ماشي لا كوب دي موند. وهو هو فاهم بانه ملي كنا كنكري ملي كنا كنقلبوا على انه كيفاش باش ماركاش لنا، دابا راه كتفكر على ان كيفاش تماركي باش ليكيب ادفيرس هي اللي تقلب على البالون تاخذه مع المنتخب الوطني المغربي في لا كوب دي موند. المشاركه ديالنا ماشي خليناها، لانك انت بالمستوى ديالك مع المستوى ديال ثلاثه ديال المنتخبات، سي فري كو جوج ديال المنتخبات ماشي هو الثالث، كندا كنا كنجهلوا عليها بزاف الحوايج في لاكوب قبل من لاكوب دي موند، كرواتي باش دير مع تعادل تربح بلجيكا ومن بعد تربح اسبانيا ومن بعد تربح البرتغال. دونك كان عندنا سيستيم دو جو اللي كنا كنلعبوا فيه، كنخليو ماشي كنخليو على انه حنا اوني اوبليجي على انه نلعبوا بهذاك السيستيم، لان المنتخبات اللي امامنا فيها لاعبين اللي ممكن يديروا الفرق. الان كاين اختلاف كبير بانه انت كاع الناس عارفين بانه كاتريام دي موند كلاسمون كاتريام، دونك خصك على انك انت تبني، وباش تبني دونك ضروري ما يكونوا اخطاء، لان غتحول من واحد الطريقه ديال اللعيب واحد السيستم شتي كتلعب اللي هو نفسه راه كنلعبوا بطروا كنلعبوا بكات تروا تروا ولا كنلعبوا بتروا سانك دو ولا كات كات دو، راه هي نفسها غير هي كتولي اوفونسيف والاخرى كتكون ديفونسيف. كنعرف كيفاش ريكيبير البارون ديالي، فوقاش ندير لو بريسينغ، فوقاش ناخذ البارون، فوقاش نعاود نخرجها، فوقاش يدوز هذاك في الظهر، فوق هاد الحوايج كلها كدار. ولكن دابا راك تحولتي لواحد السيستم اللي كان ديفونسيف تقريبا بواحد 60% تحولتي الاوفونسيف 60%. دونك غيكونوا اغلاط ضروري يكونوا اشياء، ولا اللي عجبني هو انه نديروا الاغلاط في لاكوب دافريك نديروا الاغلاط في الماتش اميكا احسن ما نديروا في ماتش اوفيسيال. طيب شفتي اللقطه ديال الهدف السي هشام قديره، شنو لاحظتي في خط الدفاع خصوصا مع لاعبين جوج لاعبين وسط ثلاثه ولا اربعه ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي وتسجل الهدف؟ هو كان ان دو كونت 3 يعني كان بقى ركول بالنسبه للي جوور في ديك لاكسيون، حتى واحد الوقيته مشاو لواحد الاتجاه والكره يتي جوي في لو كوتي الاخر في البيت. هذا هو القصد ديالك ربما الاخ لا واش ما كانش مونك دو كونسونطراسيون في لاعبين بحالنا في اكريد ورومان سايس؟ قال الاخ مراد وتنظن قالها حتى وليد الركراكي في لا ديكلاراسيون ديالو. الهدف غالبا في هذا لو نيفو ملي كنتكلموا على لو تري او نيفو، لان كنهضروا على لو تري او نيفو مونديال ديال لو فوتبول، هذا راه اخطاء فرديه. سي سوا سور دي بال اغيتي، سوا كتكون اخطاء فرديه. هنا بطبيعه الحال هنا كاين ان بلاسمون ديفونسيف اللي كان ماشي في المستوى، ولورينتاسيون ديال لو جو كيفاش مشاو فيها لي تروا جوار. هنا كان ان بروبليم. مي باش نرجعوا مره اخرى لا ديكلاراسيون ديال وليد تنظن بان نقطه مهمه، لان راه ملي كنشوفوا التشكيله ديال المنتخب الا تكلمنا على عدلي مثلا شحال مقابله لعب في افريقيا؟ هذه الثانيه، هذه الاولى ربما الاولى، لانه الماتش الاول كان في فرنسا في افريقيا. ملي كتشوف اوناحي في هذه الفتره كامله لا مع واحد لا مع وليد الركراكي شحال من مقابله لعب في افريقيا، ساشون سي ان جوار اللي مسال لا فورماسيون ديالو مشى انتقل مباشره لانجي الفرق فرنسا قبل ما ينتقل لانجي. يعني كاين لاعبين اللي ما عندهمش درايه بافريقيا، راه ما ناخذوش لو سيناريو ديال لا لين ديفونسيف ونقولوا بان كاع اللعابه ديال المنتخب اليوم عندهم. كاين تيتكلم على دي زابرونتيساج، كاين هناك دروس اللي لازم اننا نعرفوها. بين هاد الدروس ان هناك لاعبين اللي مازال ما عارفينش شنو هي لافريك، مازال ما عارفينش
طوبا ديال لافريك شنو هي لا ديفيكولتي ديالها. اول مره تنظن بان بحال اللي قلت في الاول راه الفكره كانت ذكيه اننا نمشيو نلعبوا في البلد المستضيف ديال كاس افريقيا. تيخرج بواحد لي ديكلاراسيون وليد لان تيخلي لو كابيتال كونفيونس عند اللعابه. يعني باش انا غادي نخرج وغادي نتكلم ضد اللاعبين ديالي ضد المجموعه ديالي فانا غادي نهرس واحد المجموعه. الى قارنا الفتره ديال وحيد مع الفتره ديال وليد راه كاين فرق كبير يعني في ديكلاراسيون. ربما كان وحيد بعض الاحيان كيخرج كيتكلم على اللعابه ديالو كيدير دي كريتيك اون فاس ديال لا بريس ولا ديال لي ميديا على اللعابه. هنا وليد لا, وليد دائما تيدافع على المجموعه, وليد دائما تيخلي الضغط, وهادشي عرفناه عليه من الايام ديالو مع الفتح ولا مع الوداد, دائما تيخلي الضغط على المدرب ويخلي المجموعه سودي باش انها تمشي للامام. طيب نزيدو نكملوا الاستماع للصريحه ديال وليد. معرفش عبد الرحيم واش كاين شي فاصل اشاري ونكملوا في التصريحات ديال وليد, نسمعوا تصريح اخر ديال المدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي. En tout cas, ils aiment l'Afrique dans mon vestiaire. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, des binationaux, ont choisi de jouer pour le Maroc. Après, c'est spécifique l'Afrique. Les gens pensent que c'est facile. Mais quand vous jouez une Copa América, c'est un autre football. Quand vous jouez une Coupe d'Asie, c'est un autre football. L'Afrique, si, à l'image de notre continent, on a de la résilience, on a un mental pour sortir quand on est en difficulté, on a beaucoup de peuples qui sont différents mais qui sont heureux, qui partagent la culture et qui sont toujours dans le partage. Et si vous n'avez pas ça sur le terrain, vous ne pouvez pas gagner une Coupe d'Afrique. Si vous n'êtes pas africain dans l'âme, vous ne pouvez pas gagner une Coupe d'Afrique. Il faut souffrir. Parce qu'en général, nous les Africains, malheureusement, on souffre beaucoup. Donc si vous ne souffrez pas sur le terrain, vous ne pouvez pas gagner une CAN. Et c'est ce que j'essaye de leur donner dans le vestiaire. C'est pour ça que je suis heureux du match aujourd'hui, du contenu, parce que ça nous a mis en difficulté. Si ça avait été trop facile pour nous, ils n'auraient rien appris, les gamins. Aujourd'hui, ils ont appris que s'ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas courir, même quand il fait chaud, même quand c'est dur, eh ben, c'est comme ça, si vous voulez gagner une CAN. Et je pense qu'ils le sauront pour les mois à venir. Mais je suis fier de mon équipe aujourd'hui, franchement. Parce qu'en général, quand on prend un but, on n'est jamais revenu depuis que ma prise de fonction. Donc je pense que c'est en train de tourner. Aujourd'hui, on a égalisé, ça veut dire qu'on revient. من كندا وليد الركراكي اللي ربما كان شويه بحال قد التصريح اللي قبل منه قدوا في هذا التصريح هذا سي هشام. لا هو تيحاول يدافع على المجموعه يعني كيتكلم على المجموعه, ودائما ما وليد كان تيخرج كيدافع على المجموعه ديالو. يعني التصريح كاين فيه دو لونيتي لان ملي كتشوف الجوله الثانيه راه المنتخب رجع التغييرات اللي كانوا في المستوى, شفنا منتخب اخر ما بين الدقيقه 60 للنهايه ديال المقابله, عطى الفرصه لخمسه اللاعبين انهم يدخلوا. الاخطاء ما بقيناش شفناهم بزاف. وايوب الكعبي بين مره اخرى لان قناص يعني في اون دومي اوكازيون سجل هدف. هنا كيبان بان كاين المكانه ديالو في المنتخب, وتنظر بان هذه المقابله تحيبيه راه تجرى لهذا الغرض باش اننا نشوفوا لاعبين اللي ربما ما تعطاتهمش الفرصه. طيب سي مراد عندك شي تعليق اخر؟ لا بغيت نرجع قبل التصريح لانه قلنا بانه يمكن في لومبلاسمون ديال اكرد وسيس دونك كان لومبلاسمون ديالو ماشي هو هذاك. هنا ما كنقولوش بانه ما كانش لومبلاسمون ديالو مزيان بقدر ما انه كان الذكاء ديال الجوغ اللي عطى لاباس. راه اللاعب ذكي. كاين واحد اسمح لي قطعتك اسي مراد كيفاش كنقطعك؟ لا ماشي مشكل انا قطعني غير بالعربيه الفرنسيه. اللقطه اللي كان غادي فيها رومان سيس راه كان داير العاب في اليمن ديالو وشافوك في اليمن ديالو, ولكن ما شافش كيفاش ديبورد عليه اللعاب من اللور. يعني رومان سايس تفاجأ انه اللعاب اللي كان دايرو في الجنب ديالو بحال سهاب. يعني باش انشي بحال سهاب داز من ورا مشى رومان سايس سبقوا اللعاب خدا الكره, وكان لاعب ذكي انه خلى رومان سايس تتقدم قدام الحارس بونو وضرب كره من ورا مشات. شوف لاكسيون لو جوغ ستابل ماشي هو لو جوغ اكتيف. علاش؟ لانه سيس لومبلاسمون ديالو بانه كيكون واقف ديفونسور واقف, لو جوغ راه دار لابير في لا دغوات ومن بعد دوموندها في لاكول باش ياخذ الكره ديالو. انا لو جوغ راه كنشوفه قدامي, ولكن راه ما يمكنش انني ناخذها لان الكره ما خرجاتش. دونك هنا كيبان لك الذكاء ديال الميليو تيران لاكسيون لو كونترول ديالو كيفاش دا البالون. لاباس كتحتم عليه على انه يعطيها له قريبه ما بين الكارديان وما بين الديفونسور. دونك هنا كيبان لك الذكاء ديال سي فغي كو هو بعض المرات تقدر تحسبها ما بين غباء ديال الديفونسور, ولكن هنا كيبان لك الذكاء ديال لو جوغ اللي عطى لاباس مع ان جوغ اللي فريمون ماشي عادي
حتى هو لاتاكون راه فريمون اكس ديال اياكس اللي كيلعب دورتموند هو النيفو ديالو عالي عالي بزاف. كانوا اشياء اللي كان بالامكان ديالنا نتكلموا عليها هو انه واحد الوقت كان بالامكان ديالنا ممكن رياجيو اكثر ونكونوا اغريسيف اكثر باش ممكن نسجلوا اهداف. سي فري كو انا نهضر في هذا الامر هذا، ولكن فلاكسيون ديال البيت كيبان لي بانه الذكاء ديال لو جوغ اللي عطى لا باس اكثر من 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 غياب ديال 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 لا كونسونطراسيون ما بين لي دو ديفونسور اللي هما فلاكس. طيب نسمعوا تصريح اخير ديال وليد الركراكي في ندوه صحفيه اللي كانت يوم امس. هذا هو اللي بقى، هذا الشيء اللي كاين صافي. انا بالي سي يوسف وقيلا بغى شي تصريح واحد اخر باش يعوض التصريح اللي قبل هذا. الله يجعل البركه السي عبد الرحيم. طيب مباراه ليبيريا شنو كتسنوا منها؟ مباراه هي رسميه باش نزيدوا في الكلاسمون ديالنا ديال الفيفا، الاعتبار انه ربحنا واحد النقط وشي شويه في هذه المباراه رغم التعادل امام الكوت ديفوار، قربنا من المكسيك في المركز 12 على مستوى ترتيب الفيفا، وهذا مهم باش نزيدوا لقدام شي شويه. ولكن مباراه ليبيريا امام جماهير ديالنا من عباد رير مدينه اكادير، شنو كتسنى منها؟ نبدا معك مراد. وانا كنطلب من الجماهير ديال اكادير كما تنعرفوهم الناس ذواق في كره القدم تيفهموا كره القدم يحضروا بكثره، لانه هذا الفريق هذا المنتخب ديالنا كيمثلنا حنا كمغاربه، خصو يكون لي ديبلاسمون ديال الناس نمشيو في امان ورجعوا في امان. وبهذه المناسبه ملي قلت انا نمشيو في امان ورجعوا في امان، كنتمنى بعد الشفاء العاجل للاعب ديال فريق الوداد البيضاوي، لان فريمون فملي كنكونوا غادي في الطريق كيوقعوا بزاف ديال الحوادث، وانا تنقولوا تنعاود كنتمنى من الله عز وجل انه يشفيه وانا يرجع لينا على الاقل، يرجع باش يكون بيناتنا ونكون متواجدين معاه ويهضر معنا ونهضروا معاه، وان شاء الله ذاك الساعه اللي بغى الله عز وجل هو اللي غيكون. دونك رسالتي كنقول للجمهور ديال مدينه اكادير، تنقول لهم انه كونوا بكثره، حاولوا انه يجيو ناس اخرين من مدن اخرى باش نستندوا الفريق الوطني المغربي. سي فري كو هو مباراه حبيه، ولكن اللي كنتمنى من الوالد على انه يعطي الفرصه لبزاف ديال اللاعبين لا بروميير ميتون 45 مينوت على انه تكون فيها ليكيب تيب اللي خصو يلعب بها، لانه ضروري ما انه هو قال التصريح ديالو والقناه الرياضيه غادي يكون تغييرات غيدخل لاعبين جداد. دابا انا دابا هو غادي يدير تغييرات لانه باقي عنده الوقت باش ممكن، واخا الوقت ماشي بزاف لانه بالنسبه لنا حنا دو موا راه والو بالنسبه للكوب، بالنسبه للكوب دافريك باقي عنده جوج ماتشات اميكال اللي يقدر. وانا تنقولها وقلتها واحد النهار عندك هنا، قلت لك انا اون 2004 حتى شي واحد ما كان كيامن بانه حنا كنا غنوصلوا لا فينال، حنا بوحدنا اللي كنا مامنين بانه وصلوا لا كوب دافريك لا فينال. ما كنتوش ديك الساعه كاتريام دي موند، خرجتوا في 2002، خرجتوا من الدور الاول في كنظن في نيجيريا، كانت في نيجيريا في 2002 في مالي مالي مني من بعد. شوف انا ماشي الرساله هو انه كنا كاتريام في العالم ومن بعدها مشينا لاكوب دافريك او الان كاين مختلفه الامور، لا اللي بغيت نقول لك بانه وليد الى تيق في المجموعه ديالو ما يحتاجش على انه يتصنت بزاف د الحوايج، يتصنت الاداره التقنيه ديالو ويدير الخدمه ديالو. انا كنقول لك ملي كتكون تيق في المجموعه ديالك، راه قلت لك راه كانوا دي بلاك اللي كانوا تيقولوا بان الفريق الوطني اون 2004 راه الطيارات دات ثلاثه ديال التونيات غيلعبوا بروميير ماتش دوزيام تخوزيام غيجيو بحالو، معروف هذه الامور. ولكن كنا حنا مامنين بالامور ديالنا، والدليل هو انه الكونسونتراسيون الاخرى اللي كنا في مربيه كانوا الناس مامنين وعارفين بانه غنوصلوا. وكنت بليسي، وبهذه المناسبه كانوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الناس ميم مدرب طلبوني باش نمشي معاهم اللي كان عندي بروبليم اللي صعيب هو ليرني ديسكال، ومشيت وربي جاب الشفاء وداك الشيء وهذا وشاركت معاهم وكنت معاهم. دونك انا تنقول بان والدي لم امن بالمجموعه ديالو ما غيكونش عندنا اختلاف معاه في اي امر من الامور. اللي مهم عندنا ماشي لي ماتش اميكو، بعض المرات لي ماتش اميكو كيعطيك هذيك الاستابيزاسيون في البدن ديالك ولا في القلب ديالك، كترتاح على ان الفريق الوطني المغربي كيفرحني في المباريات الحبيه والمباريات الرسميه. حنا راه ماشي هو المنتخب ديال فرنسا اللي في المباراه قبل لا كوب دي موند اللي ماشي هذه اللي قبل منها، كانوا في لي ماتش اميكو اون فورم، وفي ماتش اوفيسيال ديال لا كوب دي موند هما اون فورم. دونك حنا فريق وطني مغربي ما كيهمنيش الامر ديال انه ممكن يلعبوا غير 60 ولا 70% في لي ماتش اميكو، ولكن لي ماتش اوفيسيال انهم نمشي نجيبوا تكون عندنا الكاباسيتي ولا النيفو ديالنا يخلينا باش نجيبوا لا كوب دافريك. لا كوب دافريك ماشي ساهل مع منتخبات اللي كيوجدوا، ما نساوش بان منتخبات بالامس نيجيريا ما كانتش هي نيجيريا، دابا الان نيجيريا في نيفو عالي، زامبيا حتى شي واحد ما كيعرف بانه خرجوا دراري اللي هما صغار، كوت ديفوار شناه بانهم بعد ما كنا كنقولوا دار العجازه بعد واحد السنين ديال الفراغ من بعد ملي جا عندهم ايرفي رونار عاد دوره كوب دافريك. دونك دائما كيكونوا دوك المنتخبات الكبيره، ما نساوش بان مالي في المستوى كبير، السنغال منتخب كبير، منتخب ديال الجزائر كذلك منتخب كبير، دونك كاينين منتخبات اللي هما كبيره ما كيسمحش لنا على انه ممكن تفلاو. ولكن اللي كنقول الوليد تنقول توكل على الله سيركم ثقا بانه البدايه
ديال الانتصارات غتبدا من المباراه ديال ليبيريا ان شاء الله. ان شاء الله. شنو خاصي دار في ليبيريا نهار الثلاث ان شاء الله؟ اكادير خصوصا تنظر بان مقابله، اي مقابله غادي تلعب في هذه الظرفيه تنظر بان تكون مقابله مهمه. بالنسبه للوليد تنظر انها تكون فرصه باش انه يشوف لاعبين اخرين، ولكن ما نساوش دائما ديك لو كابيتال كونفيونس، الثقه عند اللاعبين، الثقه بالنسبه للمجموعه ككل. تنظن خصها ما تحيدش وخصها تزاد في هذه الظرفيه، لان كانوا بعض الكباوات في هذه الظرفيه الاخيره في المقابله ديال جنوب افريقيا. ممكن نتكلموا على المقابله ديال يوم الجمعه، ولكن تنظن بان المقابله ديال ليبيريا غادي تكون فرصه بالنسبه للمجموعه ان تعود السكه ديال الانتصارات. تنعرفوا بان الانتصار دائما تيعطي واحد الشحنه، واحد الثقه للمجموعه ككل. كاين بطبيعه الحال الكلاسمون فيفا حتى هو تيبقى دائما مهم بالنسبه لنا. تيبقى عندنا ايضا يعني اللاعبين اللي ما كانش عندهم فرصه في خلال هذه المباراه ديال الكوت ديفوار انهم ياخذوا واحد القسم من الوقت باش انهم يبينوا للوليد ويبينوا للمجموعه على انهم قادرين يكونوا ربما في المجموعه اللي غادي تمشي لكاس افريقيا. تنظن بان الاختيار ديال المدينه حتى هو شيء جد ايجابي. نعم. كتخرج على هذا لو سيكتور ديال الرباط والدار البيضاء، وانك كتلعب في مدينه اكادير اللي انت مرغب تلعب في اكادير. متفق معك، ولكن لان الظروف ديال ان الجمهور غادي يحج بكثره، لان المباريات ماشي كثيره اللي تلعب المنتخب في اكادير. فتنظن ملي غادي تحس بديك الضغط الجماهيري وغتشوف بان واحد العدد كبير جماهير غفيره كتنتظر المنتخب الوطني، ربما كنت لعبت هذه المباراه ديال ليبيريا في الرباط ولا في الدار البيضاء ربما ما يكونش واحد العدد كبير ديال الجمهور. تنتمنى ان يكون جمهور كبير يحج بكثره الملعب يوم الثلاثاء. ما بقاوش لينا بزاف ديال المباريات قبل من كاس افريقيا. عندنا دات فيفا ديال نوفمبر هو ليبيريا. شكرا لك سي عبد الصمد عبد الغفور صاحب برنامج اصوات الرياضه. قال لك ودي ليبيريا البارح صراحه انا ما تبعتش، خسرات مع ليبيا 3-2 في مركب فوسفات بمدينه خريبكا، وكيبين انه فريق ما سهلش ليبيريا، فريق اللي يمكن انه يدير لنا شويه ديال ديرونجمون في المباراه ديال نهار 3، لان حتى هو غيبغي يربح شويه ديال النقاط في كلاسمون فيفا. كنظن ان الماتش ما غاديش يكون سهل. سي سيغ ما كاينش منتخب في الافريق سهل، لانه الناس كيخدموا. انا قلتها واحد النهار قلت بانه الناس عندهم واحد ثلاثه ديال لي كاتيجوري، لانه عندهم لاعبين ديال الفئه الاولى كيمشيو لاوروب، الفئه الثانيه كتمشي لازي، الفئه الثالثه كيحاولوا يقلبوا هنا في العرب، دونك ما بين مصر وما بين المغرب وما بين تونس الاحتراف ديالهم. دونك الناس كيخدموا على بزاف ديال الواجهات، منتخبات ما كتعرفهم، حتى كيخرج واحد اللاعب اللي ممكن تيقول لك المستوى ديالو عالي بزاف، كتمنى جميع الفرق من واحد الدوله اللي انت ما كتعرفهاش. دونك المنتخبات ما بقاش فيها الصغيره والكبيره، كاين منتخب كبيره لعبنا مع المنتخب ديال البرازيل وربحناه. الناس صوبوا الكره وصلحوها وداروا فيها الطابع وداروا فيها كل شيء، وحنا جينا ربحناهم. دونك حنا التاريخ ديالنا ماشي هو البرازيل، والبرازيل ماشي التاريخ ديالهم هو المغرب، وربحناهم. لعبنا مع البرتغال كلها كره، كلها لاعبين، خمسه ديال لي بالون دور، وراه نصيري تهز كاع بحال هذوك اللي كيشفروا نشير، تهز الفوق كاع وماركا سبق، والله الا كنهضر معاك تهز سبق كاع كل شيء، شاف الراس ديال الحارس والراس ديال الحكام والراس ديال هذاك اللي في التريبيون الفوق، حتى هو تهز وماركا عليهم اللي بغيتو ربحناهم. دونك الكرة القدم ما كتخدعش بزاف ديال المعايير، كاين جزئيات بسيطة وصغيرة كتخلي على أن منتخب يفوز على منتخب. المباراة ما غاتكون سهلة ضد المنتخب ديال ليبيري اللي كنتمناو أنه ما يكونوش أعطاب، يعني ما يكونش لي بليسيور اللاعبين، ولكن كنقول بانه الا خفتي بانك تدخل في واحد المباراه باش ما توعش، سي سيغ انه يبقى لك بروبليم. نعم. هذيك لاغريسيفيتي خاصها تكون، لا كومباتيفيتي خاصها تكون، لا راج دو فان خاصها تكون. دونك سي دي بوان اللي هو المدرب دائما كيتكلم عليهم. لي زابيسيت فوتبول تنعرفوهم كاملين دابا، التدخلات ديال الاخوان اللي هما في الصفحه ديال راديو اصوات. دونك الناس ولاو كيفهموا في كره القدم. تنقول للناس ديال اكادير حاولوا انكم تجيو تساندوا الفريق ديالكم، سي فغي كون الناس اكادير ماشي غير بوحدهم، كاينين ناس اخرين اللي غينضافوا ليهم وغادي يشجعوا الفريق الوطني المغربي. حنا باقي ما فقدناش، ماشي حنا فقدنا في الثقه، راه حنا كاطريان. حنا ما شاركناش في منافسه اخرى اللي حطينا فيها يدينا، دونك راه المنافسه الوحيده اللي جايه راه هي هذه ديالك، وراه كنا خاسرين وربحنا او تعادلنا، وكاين المباريات اللي ربحناهم من بعد لاكوب دي موند ولا من بعد قبل من لاكوب دي موند. دونك راه المنتخب غادي في الاتجاه الصحيح. ما يبقى الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول واحد النصيحه هو انه يحيدوا العاطفه. كره القدم ما يبقاش نتكلموا عليها غير ما بين جوج ديال الفرق، ما بين الرجاء والوداد. لا، راه كاين فرق اخرى اللي كاينه في المغرب، وماشي اي لاعب ما جاش من هذا الفريق على فريق اخر ممكن انه نلوموا هذاك الفريق ولا نلوموا المدرب. وليد الركراكي باش يدير الرجاء
وليد الركي ماشي ديال الوداد، الوليد الركي ديال الفريق الوطني المغربي. وانا كنتمنى في هذه المناسبه اي لاعب يستحق باش يكون في الفريق الوطني المغربي خصنا نرياجيو كاملين كلاعبين دوليين ولا الناس اللي كيفهموا ولا اللي ما كيفهموش. وانا كنظن بانه وليد ما مسموحش ليه لانه ممكن يدير العاطفه، وكون ثقان بانه عمرو غيدير العاطفه مع اي لاعب كيف ما بغى يكون ديالو. نصير عبد الغني كيسول الاخوان واش ما كنشوفوش اننا كنعيشوا نفس التساؤلات اللي عشناها قبل توجه المونديال قطر واليوم كتكرر قبل المنافسات النهائيه بكاس امم افريقيا؟ أنا عادية بالنسبة لي، يعني ربما تنقولها وتنعاود نقولها، بالنسبة لي منتخب في طور البناء وراء كأس العالم، لأن ماشي نفس المنتخب، ماشي نفس التركيبة البشرية، الجروب ديال 23 و 24 ماشي نفسه. وليد كان عنده هذاك الذكاء ديال بداية التغيير لو شونجمون، حيت لو ما كانش التغيير وبقينا بنفس التركيبة البشرية ربما تكون مشاكل كبيرة. اليوم ستان جروب جديد، خصو واحد التأقلم مع الأجواء الإفريقية، خص المجموعة أنها تعيش أونسومبل. باش غادي تعيش أونسومبل هذه المجموعة خص واحد العدد ديال المباريات، نعرفوا الكالندري فيفا ما فيهش بزاف ديال المقابلات، يعني كاينة مقابلة في شهر نوفمبر غتكون ربما هي المقابلة الأخيرة، وفيما بعد غيكونوا جوج نورمال جوج مباريات، فيما بعد غادي تكون لا كونسونتراسيون الأخيرة ديال لا كوب دافريك. مسائل عادية بحال اللي قال هو وليد الركراكي، راه يفوا يتخبخي لو جور جي، ماشي نكونوا واجدين دابا ولا نكونوا واجدين ورا كاس افريقيا، يفوا يتخ في لو بون مومون في لو بون تايمينغ، خاصك تكون عندك اللعابه وعندك التركيبه البشريه، وهذا هو اللي كيصعب من الدور ديال الناخب الوطني عامه، لا بالنسبه لوليد لا بالنسبه للمنتخبات الاخرى. بعض المرات كيخرجوا لك امور اللي ما كتكونش كتنتظرها، شفنا لو كا ديال امين حارس قبل من كاس العالم، اللي غادي يوقع من دابا حتى النهايه ديال شهر دوجنبير عند اللاعبين، ولا هو غيخص واحد العدد كبير ديال هاد اللاعبين اللي في المجموعه انهم يلعبوا مباريات كثيره. لا كومبيتيسيون يجيب لي طاد فورم ديالو مع لو موان ديال جونفي، هذا هو اللي غادي يخلي واش المنتخب ديالنا غادي يكون مزيان ولا لا في كاس افريقيا. نعم، طيب اخر حاجه نختم بها المحور ديال المنتخب الوطني المغربي اللي كان هو الاساس ديال هذا الحصه والتصريح ديالو قبل الماتش، ما بقيناش حنا المرشحين لكاس افريقيا، قال انا درت بزاف ديال لي بيتيز من بعد كوب دي موند، دابا حطيت رجلي للارض، عرفت شنو كاين، حنا ما بقيناش المرشحين ديال كاس افريقيا، كاين منتخبات كثيره اللي هي مرشحه وحنا غادي نلعبوا باش نمشيو نفوزوا بالكاس، ولكن حنا ما بقيناش مرشحين الفوز بكاس امم افريقيا. اش بالك هذا التصريح سي مراد حديود، واش هو شبيه بالتصريحات ديال الوليد مع الوداد فاش كان كيلعب مع الاهلي وسان داونز، كيقول لك حنا راه ماشي المرشحين، راه سان داونز والاهلي هما المرشحين، دابا كيقول لك المنتخب ماشي هو المرشح. وسبقتيني هادشي اللي كنت نقولها، لان ولا جيتي تصنت التصريحات ديال الوليد صوف مع اللاعبين، مع اللاعبين على عجل عباد الله دونك مع اللاعبين دائما كيبقى عنده التصريح ديالو ثابت، الا قال لك واحد الكلمه على لاعب ولا لاعب اخر كيبقى ثابت، ولكن باش يحيد ستريس ولا لا بريسيون على الجروب ديالو، كون تيقن بانه كيكون كيتنقل ما بين اربعه خمسه ديال الطريقات ديال الكلام ديالو. بعض المرات لانه باش يقول بانه لا انا حطيت رجلي للارض وريحت ولقيت راسي بانه ماشي هذا، دونك كون تيقن بانه وليد راه ما كيناش على هذا الامر، هذا راه ما كيزقل حتى شي حاجه لا صغيره ولا كبيره، ولكن تنقول بانه كاين ذكاء من وليد. بعض المرات كنا تنقولوا انا باقي نعقل في واحد المباراه، كان شويه ديال الجمهور ديال فريق الوداد البيضاوي ما عجبوش النتيجه ديال او ما عجبوش الطريقه ديال فريق الوداد البيضاوي وطريقه اللعب، وكان مباراه الزمالك، كانت هذيك هي المباراه اللي كان خصو ينتصر بها هنا، وكان الروتور غيكون ديريكتومون من بعد باسبوع خصو يمشي يربح ومشى يربح في مصر عاوتاني. كان الذكاء ديال الوالد في الديكلاراسيون ديالو، وانا واحد ستريس ولا لا بريسيون على لي جوار، ربح المباراه هنا وربح المباراه مليح، ومن بعد ملي شد واحد الاتجاه ما بقى حتى شي واحد يقدر يهضر مع وليد، لا وليد فيه كيولي يبدع في الكلام ديالو. وليد ما مرك انك تسمع له بقدر ما انك تشاركه في الامور ديالو اللي كيخدم بها، الا كان كيخدم كيبان لك بانه وليد النيفو ديالو عالي بزاف، ولكن لا تصنتي في لي ديكلاراسيون ديالو كون تيقن بانه ما تعرفش من شده. اليوم هو معاك، غدا غيكون مع الاخر، غدا غيكون هنا، ولكن هذا ذكاء ديال المدرب، وكيكون بعض المرات امتيازات. راه باقي نعقل على مورينيو ما عنده حتى علاقه مع الصداع، وكينوض وكينوض الصداع غير باش يثير الانتباه ديال الاشياء، لان عنده مصلحه في هذوك لي دو جوغ اللي غيدير رومبلاسون، اللي غيدخل شونجمون في 70 وفي 80، دونك هنا غيستافدوا من هذاك الخصام اللي غيكون. دونك كل واحد كان بزاف ديال غوارديولا راه كتلقى الاثاره، كل واحد كيعرف الطريقه ديالو. بالنسبه لي انا وليد اونيك، وليد عنده بزاف معاه في التصريح ديالو، احنا ما لقيناش مرشحين لكاس افريقيا.
الا بغيت المصلحه ديال البلاد ديالي والفريق الوطني المغربي نقول انا متفق معاه. لان داكشي اللي في الدماغ ديالي ماشي هو داكشي اللي كنقول، حيت داكشي اللي في الدماغ ديالي انا عارفه وعارفه المجموعه، ولكن خصني نمشي معاه في هذا الاتجاه وخصني نقول بانه داكشي اللي قال صحيح وبانه راه كان غلط باش انه نستافد من داكشي اللي بغيت، لانه الواجب الوطني كيحتم عليا انه غدا بالغدا ملي نهز الكاس غادي نعاود نرجع ونقول لك بانك تغلط راه داكشي اللي راك تنضحك فيه. هذا دا لي خويا في عمره ديال فاش كنلعب مع رونالدينيو والماتش قال فكادير دا لي خويا في عمره ديال سي هشام متفق مع وليد في هذا التصريح انه ما بقيناش مرشحين. شوف كل مدرب وعنده الطريقه ديالو باش كيتعامل مع وسائل الاعلام وباش كيتعامل مع الجمهور وباش كيحيد الضغط على المجموعه ديالو. تنعرفوا بان وليد تيتقن هذه الامور، عشنا معاه في الوداد، عشنا معاه الفتح، عشنا معاه ايضا التجربه ديالو اللي كانت في قطر. ولكن اليوم تنظن بان المنتخب الوطني ما يمكنش نحيدو من كاتريم مونديال من اللائحه ديال المرشحين المنتخبات اللي مرشحه باش دي كاس افريقيا. هذه بالنسبه ليا يعني طريقه باش نحيد لا بريسيون على لو جروب وباش نحيد لا بريسيون حتى من عند لي زيكيب ادفيرس. هو تيتقن هاد لي تكنيك دو كومونيكاسيون واعر واعر هو تيتقن هاد لي تكنيك دو كومونيكاسيون وهذا هو اللي تيخليه مدرب اونيك. ولكن احنا مرشحين باش انا مع وليد كنا مع وليد والله العظيم انا مع وليد احنا مع وليد. بقات لنا تقريبا دقيقه ونص كلمه بخصوص مشاركه الوداد في الدوري الافريقي. عندنا ماتش انا امام انيمبا النيجيري نهار الحد الجاي ان شاء الله، ماتش صعيب، الروتور غادي يكون بعد ثلاث ايام نهار الاربعاء، يعني داكشي قريب بزاف. فنبدا معك سي هشام، كيفاش كتشوف هذه المواجهه والظهور الاول لفريق الوداد الرياضي في اول نسخه ديال الدوري الافريقي؟ تنظن بان الوداد السنوات الماضيه كلها كان في المستوى في الدوري الافريقي في لا تشامبيونز ليغ افريكان، يعني بالنسبه لي غلقوا دائما هاد لي غون كلوب تيكونوا في لي غون جور لي غون ماتش. الوداد لا خوف عليه، تركيبه بشريه تنظن في المستوى. ربما لي بروميي ماتش كان بعض الشكوك حول المجموعه حول المدرب، كان شي امور اللي يعني من عند الجمهور، كتبقى دائما هذه الرؤيه ديال الجمهور. بالنسبه للي ماتش بلوس غادي نزيدوا في الوقت بلوس غتتضح الصوره ديال المستوى ديال الحقيقي لفريق الوداد في هذه السنه في هذا الموسم الرياضي 23 24. مقابله صعيبه طبيعه الحال، دائما ملي كنتكلموا على المباريات الافريقيه راه المستوى غادي يكون مختلف على البطوله الوطنيه. نتمنى ان شاء الله ان الفريق يكون جاهز خلال هذه المقابلة. سي مراد قادرين نفوزوا على انيمبا النيجيري، الروتور هنا في كازا كنظن انه هذا عامل ايجابي بالنسبة للوداد. لا هو سي سيكو ان شاء الله تكون نتيجة ايجابية، وحنا تكلمنا هذه واحد جوج ديال الاسابيع الوقت اللي كانت الامور ما بين القيل والقال على بزاف على المدرب ديال الفريق الوداد البيضاوي اللي هو عادل الرمسي، وقلنا بانه حاولوا ان نساندوا عادل، راكم تيقبل تكون نتائج الحمد لله كاينه نتائج كاينه امور كتبشر الخير. كنقول بانه فريق الوداد البيضاوي الناس المحبين ديالو لانه يساندوا الفريق ديالهم، السوشيال ميديا ما عمرها كانت حل. هاد لي ريزو سوسيو اللي كيتكال فيهم الا جيتي تسمع ليهم غيبان لك بحال كاين واحد السوق كيتباعوا فيه الاشياء وكيتعاودوا يتباعوا عاوتاني، كاين الناس يقولوا كلام من بعد غد تيقول كلام اخر. وتنقول واحد النصيحه لواحد الجوار اللي هو في الوداد، تنقول بوهره الا كان كيتصمت كنقول له قال لك مراد حديود حاول لانه تطور من نفسك، لانه ممكن على انه تكون من احسن اللاعبين اللي كاينين في البطوله المغربيه وممكن تمشي للاحتراف. احسن جوار في ان كونتر ان، احسن جوار دريبلور اللي كاين ممكن يلمي اي جوار، ولكن لا ديرنيغ باس باقي كيلقى فيها مشكل، يخدم على راسه في هذا الامر كيحمق لي ذاك اللاعب في الكره ديالو. عنده بزاف 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 ديال الحوايج تنقول له الله يرضي عليك والله يوفقك، ولكن حاول انه الكلام اللي كنقول لك الان ان جوغ تقول بانه راه تصمت مراد حديود وراه خدمت في واحد الامر، بغينا غير نشوفوك حتى في الفريق الوطني المغربي. وان شاء الله ما احنا وداديين وحنا مغاربه وحنا مع جميع الفرق المغربيه، ولكن نبقى ودادي دائما ودادي ان شاء الله. المباراه الاحد المقبل على الساعه 7 بالنيجيريا بتوفيق الفريق الوداد الرياضي. سي هشام قديره كنشكرك على الحضور ديالك معنا. شكرا اخي يوسف، شكرا الاخ مراد، شكرا سي مراد حديود، نلتقي بك ان شاء الله فرصه مقبله بحول الله كذلك ان شاء الله. خويا يوسف هشام المستمع الكرام و سي عبد الرحيم صافي راه ناشط اليوم واخا ما دارش لنا دويسكات الواعرين، ولكن ناشط المره الجايه ان شاء الله. احنا ما درناهمش لا دار واحد شويه خلانا ننشطوا مع الاخوان ديالنا. تنقول عبد الرحيم شكرا، شكرا سي هشام المستمع الكرام سي يوسف راديو اصوات. كنجيو اللي كيعجبني اكثر هو انه كنجيو نسمعوا معك سي يوسف، كتتيح الفرصه لجميع الضيوف باش انهم يتكلموا وياخذوا الراحه ديالهم. شكرا لك، شكرا لك سي مراد، شكرا عبد الرحيم حبيش اللي كان معنا في اخراج ديال هذه الحصه. تحيات يوسف حيداوي، الى اللقاء.